صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في رصد فعاليات مهرجان العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة، واللي فعالياته بتجذب جمهور كبير جدا. المدينة الحقيقة من أول يوم في المهرجان وهي مليانة حيوية ونشاط بحجم طبعا المهرجان، وفي حجم تفاعل غير مسبوق في المدينة، وفي إقبال كبير من الناس على المدينة بسبب المهرجان. طبعا يعني احنا شايفين تفاعل كبير، وده الحمد لله حاجة عظيمة جدا. النهاردة عندنا سهرة ترابية بامتياز علشان الفنان والمطرب كاظم الساهر اللي هيحيي الحفل الغنائي النهاردة خلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالم عالمين أو مهرجان العالمين الجديدة، وكمان النجمة ماجدة الرومي اللي هتطل على جمهورها إن شاء الله في حفلتها بكرة الجمعة بقيادة المايسترو نادر عباسي. طبعا نجمين كبار جدا سواء كاظم الساهر أو ماجدة الرومي ليهم مكانة كبيرة جدا في عالم الغناء في الوطن العربي وبين الأجيال المختلفة، خاصة أن تاريخهم الفني طويل وممتد لسنوات طويلة من الإبداع الفني. وأكيد حضراتكم عارفين أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة يو لايف لنقل فعاليات مهرجان العالم عالمين في دورته الثانية ضمن استراتيجية الشركة في الترويج للسياحة في مدينة العالمين الجديدة. أعتقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مش بتدخر جهد في سبيل تقديم خدمة مميزة للناس وإنهم يعرفوا يستمتعوا. جدول حفلات المهرجان بيتضمن تنوع كبير بين كل الألوان الفنية والثقافية وكمان الرياضية اللي الجمهور بيفضلها بمختلف أعمارهم وأذواقهم. كل واحد بيحب حاجة هيلاقيها موجودة في مهرجان العالم عالمين. إن شاء الله تستمتعوا جدا وتنبسطوا جدا في المهرجان. نصبح عليكم مرة تانية، صباح الخير يا مصر. ودلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة اللي هيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وكمان فيه ارتفاع في نسب الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44 درجة، والأقل هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالأمس بالرئيس الرواندي بول كاجامي، توجه خلاله الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون اللي بتربط البلدين. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس الرواندي بول كاجامي، توجه خلاله السيد الرئيس بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد، ومؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون اللي بتربط بين البلدين بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والقارية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية اللي بتضم كليات حربية، بحرية، جوية، دفاع جوي والكليات العسكرية، الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها، وخريج الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر 2024. امبارح كان في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، قال فيه ان مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات المهمه ومنها ازمه تخفيف احمال الكهرباء، واعلن ايقاف خطه تخفيف الاحمال خلال فتره الصيف بدايه من يوم الاحد اللي جاي. تعالوا نشوف جزء من كلام رئيس الوزراء. للحقيقه على مدار الاسبوع انا كنت بتابع يوم بيوم مع الساده الوزراء الموقف على الارض، والحمد لله الشحنات بتوصل في توقيتاتها
وبالتالي يمكن عشان كده يمكن كان القرار اللي احنا خدناه ان هو ان شاء الله اعتبارا من يوم الاحد القادم اللي هو يوم 21 هنوقف خطة تخفيف الاحمال على مستوى الجمهورية كلها في فترة الصيف، يعني لغاية منتصف سبتمبر ان شاء الله. وده بيأتي مع ان احنا زي ما وعدنا باذن الله على نهاية العام نكون انهينا الازمة بالكامل في مستوى الجمهورية كلها. ولكن احنا اللي انا بقول لحضراتكم وبوعد به المواطن المصري ان احنا هنبقى شغالين على قدم وساق على مدار هذه الفترة، ازاي ان احنا نقلل تماما من بعد شهور الصيف، ازاي ان احنا نقلل كمان من موضوع تخفيف الاحمال لغاية ما نحلها بالكامل قبل نهاية العام. كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وضح أنه تم الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة وبرنامج طروحات، وأن فكرة استغلال أصول الدولة غير المستغلة لا يعني أنها بتتباع، ودي شراكة واتفاق مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع أو الهناجر المتوقفة. إحنا أعلننا سياسة وثيقة ملكية الدولة، وأعلننا قبل كده على برنامج طروحات. إحنا مش خارجين عن هذا الموضوع على الإطلاق. ما تم الإعلان عنه، الوثيقة اللي احنا يعني بقت معروفة لينا كلنا وشفناها وكلنا شغالين عليها، وأيضا برنامج الطروحات اللي أعلناه هو ده اللي احنا شغالين عليه. إنما فكرة كلمة استغلال أصول الدولة الغير مستغلة، معنى إيه؟ مش معنى ده إن أنا ببيعها، ده اللي أنا عايز أقوله. لما يكون عندي منشأة، ويمكن معالي وزير الكهرباء يعني كان سابقا هو مسؤول عن ملف قطاع الأعمال، ولاقي ان عندي مصانع متوقفة او هناجر متوقفة وما فيهاش فيها شغل، لما اجي النهاردة اعمل اتفاق شراكة مع قطاع خاص انه يعيد تشغيل هذه المصانع، ويبقى الدولة ما بتبيعهاش، وباكد على هذا الموضوع الدولة ما بتبيعهاش، لكن عندي اصل معطل وغير منتج ومش مستغل. طب انا بقول النهاردة قطاع الخاص بيملك امكانيات افضل وكلنا، ويمكن النقطة دي يعني أنا حابب أأكد عليها. في أوقات تانية بنستمع إلى، أنا آسف هقول اللفظ، إن الدولة بتتغول، والدولة بتتغول على الاقتصاد، والدولة بتدخل في قطاعات وبتزاحم القطاع الخاص، بينما إحنا النهاردة بنقول العكس، بنقول بالعكس إحنا كدولة حريصين، عندنا أصول مش عارفين، مش مستغلة بقى لها فترة ومتوقفة وما بتجيبش عائد للدولة. طب أعمل فيها إيه؟ أنا مش ببيعها، لكن إن أنا النهاردة أدخل في شراكات مع القطاع الخاص نشغلها مع بعض، يبقى بيحقق الفايدة الأهم، هذه الأصول اللي ما كانتش منتجة ومعطلة تبدأ تعاد اشتغلها، تبدأ تخلق فرص عمل للمصريين، ويبدأ يبقى في عائد للدولة منها. ده النقطة اللي أنا بأكد عليها لكل المصريين، كلمة استغلال الأصول الغير مستغلة مش معناها إن أنا ببيع، ولكن إن أنا أعرف استفيد من هذه الأصول اللي كانت، أنا أقول أهو كلمة كانت مهدرة فيما قبل، ولا تدر للدولة عائد، بل أحيانا بيبقى بدفع كمان تكلفة نتيجة لعدم تشغيلها، وبالتالي بحاول إن أنا أدرها وأشغلها بما يحقق كل الأهداف، خلق فرص عمل، أجيب عائد للدولة، أشغل قطاع خاص معايا هو بيدير أحسن، وتبقى في أرباح أفضل للدولة. في نفس المؤتمر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علق على واقعة المشادة اللي حصلت ما بين محافظ سوهاج مع طبيبة في أحد المستشفيات، وقال رئيس الوزراء إننا كمسؤولين تنفيذيين حريصين كل الحرص على تقديم أو تحقيق رضا المواطن، ومن حق طبعا المحافظ أنه يحقق أفضل خدمة للمواطن ولكن دون تجاوز في حق العاملين في الدولة. ويمكن في هذا الإطار أنا بتابع كل يوم كل حاجة بتحصل، ويمكن واحنا في مجلس الوزراء يعني كان تناقلت بعض المواقع ان كان في يعني موقف حصل النهارده في احد المحافظات، تحديدا محافظه سوهاج، في اثناء تفقد السيد المحافظ لواحده من المستشفيات، وكان يعني نتيجه لوجود شكاوى من الساده المواطنين، وان هم بيشتكوا من ان الخدمه مش بالصوره الجيده، حصل نوع من المشادة مع أحد الطبيبات اللي موجودة في المستشفى. وهنا عايز أكد على شيء مهم جدا تاني، إحنا بنأكد إحنا كمسؤولين تنفيذيين حريصين كل الحرص على تحقيق رضا المواطن، ولكن الكلام ده لازم يبقى بياخد القنوات اللي بيحددها النظام العامل للدولة، وبالتالي يعني من حق طبعا المحافظ إنه يتخذ الإجراءات اللي من شأنها
تحقق أفضل خدمة للمواطن وأنه يلبي حق المواطن، ولكن بما لا يكون هناك في تجاوز على أي واحد من العاملين في الأجهزة التنفيذية في الدولة. وبالتالي ده اللي أنا بأكد عليه لحضراتكم، وده اللي أنا هأكد عليه في كل اجتماعاتي، وده أكدت عليه مع السادة المحافظين، وهأكد عليه طبعا في هذا الشأن، إن إحنا شفنا في تقصير يبقى يتخذ الإجراء القانوني والإداري تجاه اللي مقصر، ولكن لا يتم أن يكون هناك أي نوع من التجاوز بأي شأن. وعشان كده إذا كان هناك حصل تجاوز يعني للسيدة الطبيبة، فأنا نفسي بقول لها يعني حقك عليا وأنا بعتذر عن هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت لازم كل المحافظين وكل العاملين في الأجهزة التنفيذية للدولة لازم يبقوا عارفين إن إحنا هدفنا شيء واحد، وإحنا موجودين عشان شيء واحد، خدمة المواطن. وبالتالي مرة أخرى أنا بأكد إن هناك ثوابت، السادة المحافظين مسؤولين عن إن هم ينزلوا لكل المنشآت ويتابعوا أداء الخدمة ورضا المواطن، ولو لقى أي نوع من التقصير يتخذ الإجراءات القانونية والإدارية، ولكن بدون أي نوع من التجاوز تجاه العاملين في هذه المنشآت. واستكمالا للخبر السابق وفي نفس السياق، النقابة العامة للأطباء ثمنت موقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من واقعة مشادات محافظ سوهاج مع طبيبة مستشفى المراغة المركزي، واعتذاره للطبيبة خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد بالأمس بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة. في نفس الموضوع، اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج استقبل طبيبة مستشفى المراغة المركزي وقال لها أنه الكلام اللي دار بينهم امبارح كان حديث أشبه بحديث أب لبنته، وكان الهدف هو هدفهم هما الاثنين هو هدف مشترك خدمة المواطن، وأكد على احترامه وتقديره للأطباء وجميع العاملين بقطاع الصحة. ونتحول لأخبار المحافظات. في البحيرة تم انطلاق فعاليات مبادرة صيف شبابنا بجميع مراكز الشباب، وفي بني سويف تم استفادة 63,800,000 مواطن من القوافل الطبية في النصف الأول من العام. أما في شمال سيناء فتم تنفيذ مشروع مد شبكة الغاز الطبيعي بمدينة بئر العبد. في الإسماعيلية تم الكشف على 1,100 مواطن من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. في البحيرة دشنت مديرية الشباب والرياضة مبادرة صيف شبابنا اللي بتستمر حتى 30 سبتمبر 2024 بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وبتهدف لتقديم مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة لخدمة أكثر من 50,000 شاب وفتاة على مستوى المحافظة من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج. بتشمل البرامج تدريبات تأهيلية لسوق العمل ومعسكرات تحدي الشباب اللي بتدعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة لملتقيات توظيف وورش تدريبية في الفنون والآداب. في بني سويف أكدت مديرية الصحة تنفيذ إدارة القوافل الطبية 43 قافلة خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن إجراءات وقائية مشددة. استفاد من تلك القوافل 63,852 مريض، وتم صرف العلاج ليهم بالمجان، وشملت استكمال علاج 347 حالة على نفقة الدولة وتحويل 160 حالة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات. في الإسكندرية وافق مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية على بدء إجراءات التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعي اعتباراً من 15 أغسطس المقبل، وبتستمر لمدة شهر بجميع كليات الجامعة. أعلنت محافظة قنا أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان لتجهيز 36 وحدة صحية جديدة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودخولهم الخدمة خلال شهر أغسطس المقبل، من أجل تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة والتنبؤ بالأمراض خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة بئر العبد تنفيذ مشروع مد شبكة الغاز الطبيعي بالمدينة من خلال 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى شارع وسط المدينة حتى مستشفى بئر العبد وجميع الطرق الفرعية المؤدية لطريق القنطرة العريش، والمرحلة الثانية بتشمل جميع أحياء المدينة في الظهير الشرقي، والمرحلة الثالثة بتشمل باقي أحياء المدينة في الظهير الغربي، والمرحلة الرابعة بتشمل منطقة حي الغزلان وربط الشبكة على المحطة الرئيسية.
شهدت محافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال القافلة الطبية اللي أطلقتها مديرية الصحة بمركز شباب شعيب بإدارة أبو سوير الصحية في يومها الثاني ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف على المواطنين وتقديم العلاج ليهم بالمجان، وبلغ إجمالي تردد المواطنين خلال يومي القافلة 1100 مواطن من خلال 7 عيادات تخصصية تشمل الجراحة، البطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، تنظيم الأسرة والأمراض المزمنة، بالإضافة لخدمات الأشعة والفحوصات المعملية، التثقيف الصحي وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة. مشاهدينا، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم باقي حلقاتنا. أهلا بحضراتكم. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في ارتفاع في درجات الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية. بليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة ومن الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى وعلى كل السادة المشاهدين. تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. أنا خايفة أسأل حالة الجو إيه النهاردة؟ الجو حر جدا ومن الصبح الجو مكتوم قوي. بالتأكيد طبعا، يمكن زي ما حضرتك ذكرتي إحنا أعلننا في نشراتنا وفي تحذيراتنا من قبل كده إنه بداية من الأمس الأربعاء البلاد هتكون على أعتاب ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة. هتكون بداية الموجة شديدة الحرارة تأثر على مناطق الجمهورية. يمكن حسينا بالأمس بارتفاعات درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وبدأت ترتفع درجات الحرارة على القاهرة بمعدل درجتين تقريبا عن الأيام اللي فاتت، وسجلت القاهرة بالأمس ما بين 37 ل 38 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة كأعلى درجات حرارة تم تسجيلها على القاهرة بالأمس. طبعا ارتفاع نسب الرطوبة بهذا الشكل الكبير بيخلينا نحس بدرجات حرارة أعلى من دي بمعدل درجتين لثلاث درجات، وبالتالي ال 38 درجة اللي على القاهرة بنشعر بيها وكأنها 40 وممكن أكثر من 40 درجة مئوية. بيساعد طبعا في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وهو ارتفاع نسب الرطوبة وأيضا هدوء سرعات الرياح، وده السبب اللي حضرتك أشرت إليه، هو الجو مكتوم شوية، الدنيا ما فيش أي نسمة هواء، ده بيخلينا نحس أكثر بدرجات حرارة أعلى. اليوم ايضا مستمر معانا ارتفاع درجات الحراره، مستمرين في الموجه شديده الحراره اللي بدات بالامس. درجات الحراره اليوم وغدا على القاهره بنتكلم في حدود ال 37 ايضا ل 38 درجه مئويه، مع استمرار هدوء سرعات الرياح وارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير، مع وجود اجواء مشمسه تماما طوال ساعات النهار. كل دي عوامل مع بعضها تخلينا نحس اكثر بارتفاع درجات الحراره. لو اتكلمنا عن سبب الموجة الحالية، هو سيطرة كاملة لمنخفض الهند الموسمي، المنخفض العملاق اللي يمكن دايما بنقول ان هو الكتلة الأساسية اللي بتأثر على مصر خلال فصل الصيف، بيجيب معاه كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة، بالإضافة لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. يمكن درجات الحرارة اللي بنسجلها خلال الموجة الحالية يمكن سجلناها قبل كده في موجات سابقة، وسجلنا كمان أكثر منها في موجات سابقة، لكن الموجة الحالية بتتميز بأن طول المدة يعني هتقعد بفترة أطول من الموجات اللي فاتت. القرائن بتشير أنها مستمرة معانا يمكن حتى بعد منتصف الأسبوع القادم، بدرجات حرارة على القاهرة ما بين 38 ل 39 بيتم تسجيلها في الظل، وبتوصل ل 44 و 45 مع بدايات الاسبوع. انا خايفه اسال تاني والله، كل اللي حضرتك عملت تقوله عملت تقول ارقام عملت على، خايفه اسال والله. طيب احنا بالليل الجو هيبقى عامل ازاي؟ يعني يمكن مع انكسار اشعه الشمس الوضع يتحسن شويه؟ هو بالليل طبعا بيعتمد على عده عوامل، بيعتمد على هل في نشاط رياح ولا لا، لان بالليل بتكون نسب الرطوبه في اعلى درجاتها، يمكن بنسجل اعلى نسب رطوبه بتكون خلال ساعات الليل. الرطوبة بالليل بتوصل لأكثر من 90 أو 95 على السواحل الشمالية باعتبارها هي المناطق المطلة على البحر المتوسط، وطبعا كلما اتجهنا إلى المحافظات الداخلية بتقل نسب الرطوبة بشكل تدريجي. طبعا اللي بيخلينا نحس بنسب الرطوبة بشكل أكبر أو بشكل أخف هو وجود نشاط أو نسمات للرياح بالليل، علشان كده دايما بنقول إن بالليل بيفضل إننا نفتح النوافذ والأبواب في المنازل بشكل كويس، يفضل نخرج في أماكن جيدة التهوية، الحدائق العامة أو المناطق المكشوفة. نشاط الرياح هيقلل شوية إحساسنا بارتفاع
نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، لكن على كل حال درجات الحرارة بالليل بتكون ما بين 27 ل29، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. هي موجة طويلة بالفعل، حتى لو كانت درجات الحرارة سجلنا أعلى منها لكنها موجة طويلة. طول الموجة دايما بيكون من أهم العوامل اللي بتخلينا نحس بارتفاع درجات الحرارة، لكن على كل حال زي كان نفسي أقول لحضرتك الحقيقة إن درجات الحرارة يكون فيها تحسن على المدى القريب، لكنها للأسف موجة طويلة. لكن لو اتكلمنا عن المناطق الساحلية للجمهورية، تتميز خلال الفترة دي إن ارتفاعات الأمواج مش عالية خالص، ارتفاعات الأمواج أقصى ارتفاع للموج واحد. الملاحة البحرية ما فيش أي مشكلة. الحمد لله، درجات حرارة هناك طبعاً هي الأقل لو قارناها بباقي مناطق الجمهورية، برغم ارتفاع نسب الرطوبة بيكون في نسيم للبحر خلال ساعات الليل. كل العوامل دي بتخلي السواحل الشمالية تعتبر هي الملاذ أو المهرب لكل المواطنين من المناطق الداخلية للجمهورية، خاصة أننا في فترة أجازة الصيف أو حتى في أجازات الويكند. طيب دكتور، لما نيجي نقول أن طول الفترة دي ممكن يأثر على المزروعات في الفترة القادمة، ولا الأمور إن شاء الله المزروعات الصيفية ما بتتأثرش بالجو الحار؟ بالتأكيد أي درجات حرارة لما بتكون أعلى من المعدل الطبيعي بتأثر، لكن طبعا بمجرد ما هيئة الأرصاد الجوية بتنشر نشراتها وتحذيراتها لارتفاع درجات الحرارة، بيكون في تنسيق كامل مع وزارة الزراعة، بتبدأ توجه توجيهاتها ونصايحها للمواطنين بشكل فوري ترقبا للمدة دي، ياخدوا احتياطاتهم من حيث مبيدات معينة يبدأوا يستعملوها، زيادة عدد الريات أو عدد مرات الري اللي هتتم للمحاصيل. يعني بيبقى في تنسيق مسبق ما بين الهيئة وما بين وزارة الزراعة. أو زي ما قلنا المشكلة ممكن مش في درجات الحرارة اللي هنسجلها الفترة دي قد ما المشكلة في طول المدة. وزي ما قلت لحضرتك بيكون في تنسيق ما بين الهيئة وما بين كافة الجهات اللي طبيعة عملها بتعتمد على حالة الطقس أو ارتفاع درجات الحرارة. بنخاف من الرطوبة إن يبقى في شبورة على الطرق وعلى القيادة على الطرق المفتوحة، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل وبداية النهار. هل في أي شبورة في الفترة القادمة ولا إن شاء الله الأمور مستقرة؟ هو بالفعل الشبورة موجودة يمكن من حوالي 4 أو 5 أيام، مستمرة معنا طبعا اليومين الجايين، لكنها على كل حال شبورة مائية خفيفة جدا على الجزء الشمالي من الجمهورية. بنتكلم عن القاهرة والوجه البحري، سواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وبعض المناطق من شمال الصعيد، لكن شبورة مائية غير مؤثرة تماما، مش هتأثر أبدا على الرؤية على الطرق السريعة أو حتى الطرق الزراعية، لكنها موجودة على كل حال. حلولنا البديلة للتعامل مع حرارة الجو دكتور هنعمل إيه؟ طبعا هي مجموعة طبعا من النصايح الأساسية اللي معمول بيها عالميا، بتوصي بيها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبتوصي بيها هيئة الأرصاد الجوية المصرية وكل المنظمات العالمية في حالات ارتفاع درجات الحرارة، والمنظمات المسؤولة طبعا عن الصحة العامة وصحة الإنسان. أبرزها هي تأجيل الخروج خلال فترات الظهيرة إن أمكن، يعني الفترة من 1 الظهر تقريبا لـ4 العصر، الـ3 أو 4 ساعات دول يفضل لو في إمكانية عدم التعرض لأشعة الشمس يكون أفضل. في حالة ضرورة التعرض طبعا مجموعة من الاحتياطات، نغطي الجسم بالكامل، بلاش ملابس نصف كم، هي ملابس كم بشكل كامل، تغطية الجسم بالكامل، شرب كميات كبيرة من المية والسوائل، ارتداء غطاء للرأس يقينا من أشعة الشمس، الاحتماء في الظل قدر الامكان. لما بيكون في شعور بالتعب لانه طبعا نتخذ اجراءات طبيه معينه. خلال ساعات الليل بالنسبه لبعض يمكن في المناطق المقفوله شويه هيشعر ببعض الاختناقات، خاصه مرضى الامراض المزمنه. بالتاكيد التواجد في اماكن جيده التهويه قدر الامكان عشان نتفادى مساله ارتفاع نسب الرطوبه. دي كلها مجموعة من النصائح الحقيقة الأساسية اللي لازم تبقى موجودة في ذهننا، سواء في موجة حارة أو في حالات الصيف العادي، لأن كده كده عندنا الصيف في مصر ارتفاع كبير في نسب الرطوبة في الأيام العادية، والدرجات الحرارة بتكون مرتفعة حتى من غير ما يكون في موجة حارة. كل الشكر ليك الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
القاهرة العظمى فيها 38 والصغرى 27، العاصمة الإدارية 39 26، الإسكندرية 34 24، والعالمين 32 23، مطروح 31 24، دمياط 33 26، بورسعيد 32 27، والإسماعيلية 39 25. السويس العظمى فيها 38 والصغرى 26، العريش العظمى 35 والصغرى 24، كاترين 33 20، طابة 38 28، حلايب 37 30، شلاتين 41 والصغرى 29، شرم الشيخ 43 32، والغردقة 42 30. الفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 26، بني سويف العظمى 39 والصغرى 26، الوادي الجديد بيسجل درجة حرارة مرتفعة ويمكن هي الأعلى النهاردة 44 درجة والصغرى 25، أسيوط العظمى 42 والصغرى 25، سوهاج 42 26، قنا 44 27، الأقصر 43 28، أسوان 44 30. ثلاث محافظات النهارده في جنوب البلاد بيسجلوا 44 درجة، نتوخى الحرص قد ما نقدر، نحاول نتجنب الخروج في فترة الظهيرة، نرتدي غطاء للرأس ونحاول نحافظ على شرب المية بالاستمرار. ربنا يسلمكم كلكم. ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العالمين هيستضيف حفل أساتذة بيت العود في مشاركة هي الأولى في فعاليات مهرجان العالم عالمين، وبيقام بمشاركة نخبة من أساتذة بيت العود هم محمد يحيى، سلمى مختار، ومايكل أونسي. النهاردة هيحيي القيصر كاظم الساهر حفل في مدينة العالمين الجديدة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين 2024 اللي بيقدم من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة اللي بيعشقها جمهوره. وحرص القيصر كاظم الساهر على الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، ونشر برومو ترويجي للحفل معلقاً عليه: موعدنا في العالمين الجديدة وسهرة من العمر ضمن جولتنا العالمية بين الأمس واليوم، لا تفوتكم، احجزوا مقاعدكم الآن قبل فوات الأوان. كمان النهاردة وفي إطار خطة وزارة الثقافة المصرية للنهوض بكفاءة العاملين بالوزارة، بتقيم دار الكتب والوثائق القومية ندوة بعنوان استراتيجيات تطوير الذات لتحقيق الجدارات الوظيفية. بتقام الندوة في تمام 10:30 صباحاً بقاعة محاضرات مركز التنمية البشرية بمقر الدار بكورنيش النيل، وبتستهدف موظفي دار الكتب والوثائق القومية. مجموعة من الأعمال الفنية المبهرة الحقيقي نفذها طلاب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالمنيا ضمن مشروعات التخرج. لفتت طبعا هذه الأعمال الانتباه ليها بشكل كبير من شدة دقتها وجمالها. طبعا مشروعات التخرج اشتملت على مجسمات وتصميمات نحت بارزة، وبتستهدف طبعا تجسيد الأساطير التاريخية من الفن. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور جمال صدقي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا. يا دكتور صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. دكتور، لما نيجي نتكلم عن تفاصيل مشروعات التخرج اللي بيقدمها طلاب الفنون الجميله بجامعه المنيا، وهو ده يعني بنقدر نقول اقصى ما بيقدروا يقدموه ونتاج الاربع سنين اللي بيشتغلوا عليها. تمام. حضرتك تكلمنا عن تفاصيل المشروعات. الحقيقه الطلاب عندنا في كليه الفنون الجميله في قسم النحت في المنيا، في الحقيقه هم بيتميزوا كل سنه ان هم بيبهرونا بالاعمال بتاعتهم، بيطلعوا مشاريع تخرج بتبقى قويه بصراحه، وهم بيبقى في تنافس بينهم وبين الطلاب. تمام يا دكتور، اتفضل يا فندم، سامعين حضرتك. السنه دي احنا عملنا حاجه جديده مع الطلاب ان شاء الله، ان هم عملوا الموضوعات يعني ذات مضمون، ذات موضوع. يعني كل سنه كنا بنسيب لهم الموضوع مفتوح، ان هو الطالب بيختار موضوع معين وبيعبر عنه، بنسيب الموضوع حر. يعني السنه دي بقى احنا كنا بنعود الطالب ان هو ازاي يعمل. اخترتوا انتوا الموضوعات؟ اخترنا الموضوع. احنا قلنا له على اساس ان هو يبقى للفن وظيفه، ان لو الطالب بعد ما يتخرج ويروح سوق العمل هيطلب منه مثلا، هيقول له احنا عايز حاجه تعبر عن كذا، فاحنا اخترنا الموضوع وحددناه
بحيث يبقى روح التنافس بين الطلاب ان ازاي كل طالب هيتناول موضوع واحد بس يدينا من اكتر من عمل. قدموا فعلا الاشكال بتاعتهم وعملوا نتيجه هايله، نتيجه 5 سنين الطالب بيتعلمها، هي بدايته كفنان. النهارده اول ما الطالب بيسلم مشروع التخرج بتاعته دي يعتبر ده كارت تعريفه كبدايه صحيح. فنان للمجتمع. بيبدا الطالب بيمارس حياته بقى بعد كده، هو بيعمل فتره المشروع بتاعته 35 يوم من بدايتها لنهايتها، من اول ما بيبدا في المشروع، من مجرد ان يحدد الافكار والسكتشات المطلوبه بحيث ان لحد ما يسلم المشروع بتاعه ويتم التقييم بتاعه ومناقشه المشاريع التخرج بتاعته. فكره وجود ثيم او رابط ما بين المشاريع كلها ده بيخلي الشباب بيشتغلوا على يعني نقدر نقول ليفلز او يعني مستويات مختلفه يا دكتور، ولا وجود فكره واحده وكل واحد بينفذها بطريقته بيطلع شكل مختلف من الابداع وبيطلع شكل بيستفز كده مشاعرهم الابداعيه ونشوف كل واحد بيفكر ازاي؟ هو دايما حضرتك الفن بيحتوي على 3 عناصر اللي هو الموضوع والخامه والتعبير. دايما ان لما بيطلب احنا بنعد خريج يكون قادر على ان هو يقدر ينفذ اي عمل يطلب منه سواء كان نحت بارد او نحت ميداني. الموضوع اللي هو موضوع اللي احنا طرحناه اللي هو موضوع الاساطير. التعبير هو قدره الطالب على ان ازاي يوصل للجمهور ان هو عارف يوصل فعلا ان هو يحكي عن الاسطوره التاريخيه او الاسطوره الحقيقيه اللي هو بيتناولها. الخامه اللي هو خامه تنفيذ العمل اللي موجود بحيث يبرز دور الوظيفه. فانا دلوقتي لما احدد الموضوع للطلبه كل طالب هو موضوع واحد بس هلاقي عندي عدد افكار متعدده كل واحد بيتناولها من طريقته، ما تلاقيش واحد شبه التاني، كل واحد بيتناول موضوع واحد بس بيعرض كل حاجه من العناصر اللي تناولها في العمل بتاعه بصوره فنيه من ابتكاره هو بيكون هو كرييتيف في اللحظه دي، بيطلع خلق صور ابداعيه جميله ويقدمها، ودي بتبقى روح التنافس. لان ممكن انا اخد موضوع مثلا موضوع صعب زي مثلا ايه زي الاساطير، او واحد تاني ياخد موضوع عن الرياضه، فتناول عنصر الرياضه غير ما تناول عنصر الاساطير. فانا ازاي بقى ان انا اعمل روح التنافس ان انا اخد موضوع واحد هيبقى مستوى الطلبه كله بياخدوا نفس هذا الموضوع، فبتبان بقى قدراتهم الابداعيه واحد غير التاني. ممكن طالب ياخد موضوع مثلا يبقى اقل في الفكر بتاعه، فممكن ياخد مفردات تشكيليه فعبر له عن الموضوع بتاعه. الثاني المتفوق الكرييتيف ممكن صحيح. يتظلم. فموضوع ان يبقى عمل الموضوع محدد بالنسبه للطالب ده بيدي روح تنافس للطلبه وبيديني افكار متعدده وبيعوض الطالب ان ازاي يعمل عمل ذات موضوع. طيب دكتور احنا شايفين في المجسمات دي يعني دقة عالية جدا وحاجة جميلة جدا وفي قدر عالي من الإبداع، هل هناك أي اتجاه مثلا في التواصل مع التنفيذيين في الأحياء في المحافظات لتجميل الشوارع والميادين من خلال وضع هذه المجسمات؟ وحتى من الممكن أن يكتب لوحة صغيرة كده بأسماء الطلاب اللي شاركوا في صنع هذه المجسمات تقديرا طبعا لدورهم. والله في الحقيقة احنا في الفترة دي احنا بننعم في ظل فترة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فعلا بيهتم بالحياة الكريمة وبيهتم بالتطوير في كل شتى مجالات الحياة كلها، واحنا من ضمن الناس اللي علينا عبء اكبر في ان احنا علينا خطة التجميل سواء كان في المحافظة او في الكلية. معالي الوزير الاستاذ الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعه هو يعني هو بدا بالفعل احياء شباب الجامعه والمحافظه بمراكزها وميادينها، وبالفعل هو داعم جدا للكليه عندنا، وكان توجيهه لينا
في مجلس الجامعه الماضي ان احنا الاستفاده من مشروعات التخرج بتاعه الطلاب ان احنا نستفيد بها في تزيين الابنيه والميادين بالتعاون مع المحافظة المنيا. وبالفعل كليه الفنون الجميله كان ليها كتير جدا سبق في تنفيذ الميادين في محافظه المنيا وبمراكزها، وسواء كان داخل الجامعه، لان كليه فنون جميله هي المنوطه برفع صحيح بيسمى ايه برفع الخدمه المجتمعيه. احنا لينا دور في الخدمه المجتمعيه، نحن بنرفع من اللمسه الجماليه والحضاريه اللي موجوده في البلد ومن حظ المحافظه لتحقيق افضل صوره بصريه وجماليه في الشوارع. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور جمال صدقي عميد كليه الفنون الجميله بجامعه المنيا. الباراموتر رياضة من رياضات الطيران الشراعي، بيتكون من المحرك والشراع المناسب للوزن، ويتم الطيران أعلى مدينة العلمين للترفيه على الزوار والحضور. رياضة الباراموتر بتزين النسخة الثانية لمهرجان العلمين، خلينا نتابع التفاصيل. من التجارب والمغامرات الجميله اللي كنت حابب اخدها من زمان هي فكره الطيران بالبارموتر، والحقيقه جت لنا الفرصه في فعاليات مهرجان العلمين الجديده ان احنا نخوض التجربه، لكن ميزتها في مدينه العلمين انك بتشوف حلاوه وجمال مدينه العلمين الجديده من فوق. البارموتر هو نوع من انواع الطيران الخفيف الشراعي، والحقيقه متحمس جدا، مش عارف التجربه هتكون عامله ازاي لانها اول مره، بس خلونا نخوض التجربه ونقول لكم الاستمتاع عامل ازاي بالبارموتر. بدأنا بمرحلة الاستعداد والاستماع لتعليمات كابتن حسين قائد المغامرة، وهنا بقى حسيت ان انا خلاص دخلت في الجد. وانا على الارض ما كانش فيه خوف ولا رهبة، بس اول ما بدأنا نطير كان فيه رهبة بسيطة عشان اول مرة. وهنا بدأنا نستمتع بالطيران في سماء مدينة العلمين الجديدة، وبصراحة كنت مبسوط جدا، وشفنا بقى الابراج اللي بتميز المدينة وجمال البحر من فوق حاجة تانية. كنت متحمس ومبسوط، بس برضو كنت بمسك قلبي بقى، والكابتن حسين بيلعب على أعصابي بحركاته وتكاته، ولا كأننا بنخمس في الجو اللي هو ها هنقع ولا إيه الدنيا. بس الحقيقة هو كان سبب في أن استمتع، عشان كان كل شوية يطمني. الحمد لله تمت المهمة بنجاح، والحقيقة التجربة حلوة قوي وممتعة، بس في تفاصيل هنتكلم فيها مع كابتن حسين. بس خلونا كده ننزل ونشوف بقى الحكاية كلها ونعرف التفاصيل كلها من كابتن حسين، يلا بينا. الحياة كانت تجربة حلوة قوي، بس يعمل دي أول مرة بقى، فكان في بعض طبعا يعني جوارب الرهبة شوية، بس دي طبعا هنتكلم فيها مع بطل التجربة الجميلة دي اللي خلانا نستمتع الحقيقة، كابتن حسين عبد اللطيف. برحب بيك يا كابتن، وبجد شكرا على المتعة الحلوة والجميلة دي، ربنا يخليك. بس قولي بقى، احنا كنا يعني فوق معرفش اقولها ازاي، بس يعني كنا بناخد كده منحنيات رايحه جايه، بس كانت يعني كانت حاجه بصراحه حلوه. طبعا هو البراموتور هو اول حاجه هبدا اقولها لك، حتى انا قلت لك قبل ما نطلع سيفتي فيرست. فهو انا كده كده الحمد لله لما باجي اطير بطير ضمن الامان، ما بحاولش ان انا العب اللي معايا كلاينت الالعاب، او ان انا العب بحاجه خطره ديت بتبقى في بطولات انا ما عمري ما بعملها لوحدي، حتى لان انا محتاج ان انا اكون دايما انزل اطلع سليم وانزل سليم. ده اللي هو زي ما تحضرك اللي هو القانون الاول اللي هو سيفتي فيرست. فانت كده كده لما انت يكون معايا بني ادم انا لازم احافظ عليه واحافظ على روحه معايا، لان هو يعني هتسأل عنه. بس الموضوع يعني ايه، هو مش صعب، هو بس علشان كانت اول مره، لكن الحقيقه الموضوع سهل. وبالظبط يعني ايه الحاجه برضو اللي ننصح بيها لاي حد هيمارس او هيخوض تجربه الباراموتر، ننصحه بايه قبل ما يخوض التجربه؟ هو ان شاء الله التجربه ممتعه جدا جدا لدرجه انت تخيلها طبعا، بس هو المطلوب ان انت ما تخافش، مطلوب ان انت تقبل على الموضوع. الموضوع حلو جدا وفي انبساط لدرجه اللي انت تخيلها، لان دي حاجه يعني مش موجوده كتير في مصر، مش موجوده كتير في العالم، مش اي حد بقى يعملها كتير. فان انت تكون واحد من ضمن الطيارين بتوع الباراموتور ده حاجه قويه جدا. بما اننا بقى موجودين في مدينه العلمين الجديده، انطباعك عن مهرجان العلمين، وتقريبا دي مش المره الاولى اللي انتوا تشاركوا فيها، وكلمنا موجودين هنا لحد امتى، والناس تقدر تتابعكم ازاي؟ ان شاء الله احنا موجودين طول سيزون لحد نهايه السيزون كله، لحد نهايه العالم علمين. المهرجان ده مهرجان واجهه لمصر، بيخلي البلد فعلا تنتعش.
السياحه عندنا بتعلى جدا ما شاء الله. البلد والمدينه العامين معموله على قدر عالي جدا من الجمال ما شاء الله، وعلى الشاطئ بتاعها جميل جدا. بشكرك يا كابتن حسين، وبشكرك مره تانية على التجربه الحلوه دي وشرفتنا، ميرسي جدا. شكرا. يعني الحياه تجربه حلوه جدا، والمميز زي ما قلت لكم في مدينه العالمين انك تشوف مدينه العالمين من فوق. الحياه كنا شايفين السحاب، كنا شايفين الابراج، كنا شايفين كمان كابتن حسين كان بيعلى طبعا بالليفل شويه لفوق، فكنا نشوف الشعب المرجانيه في البحر. فالحياه تجربه جميله، انصحكم ان انتم تجربوها. حتى اللي ما خدش التجربه قبل كده ما تقلقش خالص، هيبقى فيه بس رهبه شويه في الاول، لكن الموضوع ممتع جدا. والحقيقه انا انبسطت جدا في التجربه الجميله دي. وطبعا زي ما قال كابتن حسين، هم موجودين طوال مهرجان العالمين الجديده. انصحكم ان انتم تيجوا بجوار النورث سكوير وامام الابراج، هتستمتعوا جدا بالباراموتر في العالم عالمين. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة العمل المشترك مع رواندا لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره الرواندي بول كاجامي لتهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة. من جانبه أكد الرئيس الرواندي مواصلة بلاده العمل على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وتكثيف التشاور بين الدولتين بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الأفريقية. يناقش مجلس النواب اليوم في جلسته العامة تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة برنامج الحكومة. وأوصت اللجنة البرلمانية بأغلبية أعضائها بمنح الثقة للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، كما أوصت بإصدار تقريرها النهائي للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يتم وضع أجندة تشريعية تتضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وبشكل يتفق مع برنامجها. أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وخلال ترأسه الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية الاقتصادية، كلف مدبولي بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي. قال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى إلى توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بالشرق الأوسط، أكد عبد الخالق ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المنطقة والعالم لن يتحمل حربا أخرى في الشرق الأوسط، خاصة مع التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول شن عدوان واسع على الأراضي اللبنانية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مركز أبو مدين بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين، كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنه يمكن أن يتغير الوضع بشكل سريع ومفاجئ من جهد رئيسي في الجنوب إلى جهد رئيسي في الشمال مع الحدود مع لبنان. يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات عيترون وطيبة والقنطرة، تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء الجنوب. من جانبها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 80 صاروخا باتجاه مناطق مأهولة في نهاريا وميرون خلال 24 ساعة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد يتعين تقييم ترشحه للانتخابات إن واجه حالة طبية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الفحوص أثبتت إصابة بايدن بكوفيد-19 أثناء رحلة إلى لاس فيغاس لحضور تجمع انتخابي، مضيفا أنه يعاني من أعراض خفيفة. في
في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة زوار مهرجان العالمين وزيادة التفاعل معهم، تم إطلاق تطبيق جديد للمهرجان يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمميزات التكنولوجية الحديثة. يعد تطبيق خطوة متقدمة نحو دمج التكنولوجيا في الفعاليات الثقافية والسياحية والرياضية بمصر، حيث يسهم في تحسين تجربة الزوار وتوفير معلومات شاملة حول الأنشطة والفعاليات. نهاية الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل. منتخب مصر حقق تألق عالمي في منافسات بطولة موسكو الدولية للفروسية، وتمكن من تحقيق ذهبية الفرق، بجانب كمان انه حصد المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي. احنا معانا دلوقتي على التليفون الكابتن هاني مجدي، رئيس بعثة منتخب مصر ببطولة موسكو الدولية للفروسية. كابتن صباح الفل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا اهلا بيك يا فندم، والف الف مبروك طبعا المراكز، سواء بالنسبه طبعا للفرق او الفردي. لكن لو حضرتك تكلمنا اكتر عن التجهيزات لهذه المنافسات وتشرح لنا طبيعه المنافسات في هذه البطوله. اولا صباح الخير على حضراتكم جميعا، وبتشرف ان انا طبعا في التلفزيون وبرنامج صباح الخير. واولا فعلا بعدي الفوز الكبير اللي احنا كنا يعني شرفنا بلدنا مصر، السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة المصرية بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة خاصة، وده حقيقي. يعني السيادة الرئيس مدي كل الدعم الكامل للفرق والمنتخبات، ده اللي خلانا يعني في وضع قوي جدا جدا، في منافسة قوية جدا في بطولة موسكو يا فندم. بطولة موسكو احنا بنحضر لها الاتحاد المصري الفروسية بقيادة الدكتور اسماعيل شاكر بقالنا حوالي 3 شهور علشان نقدر نعمل معسكر تدريبي للفرق زي ما حضرتك شايف في الصور. الحمد لله عملنا معسكر تدريبي كبير جدا على مستوى 3 شهور، وكان معانا مدربين على مستوى عالي، دكتور مصطفى ادريس ماسك الفريق، مدير فني نوران عزام، فريق كبير جدا من عناصر مميزه قوي الحمد لله. زي ما حضرتك شفت الصوره، يعني احنا رفع علم مصر ده كان بالنسبه لنا حضرتك يعني حاجه كبيره جدا 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 ان احنا راجعين كسبانين البطوله يا فندم الحمد لله. طيب بالنسبه للاعبين الفردي اللي قدروا يحققوا في منافسات البطوله، لو تكلمنا كل واحد عمل ايه وقدر يوصل لايه؟ هو حضرتك طبعا يعني سؤال مهم جدا. طبعا بالنسبه للفردي ده يبقى عليهم حضرتك ستريس جامد جدا. عندنا الست المقدم راني هاملت في كليه الشرطه، يعني فارس مميز وكبير جدا على مستوى اللعبه دي اساسا. اللعبه دي طبعا دي مصر مميزه فيها منذ قدم، انتقاط الاوتاد دي احنا يعني مصر دي متقدمه يعني الحمد لله على مستوى عالمي كبير جدا فيها، وبيتعمل حساب جدا لمصر في اي بطوله فعلا. يعني موسكو حضرتك لو شفتي ده رئيس الاتحاد الدولي بيكرم راني بيه هاملت، لان حضرتك البعثه عندنا زي ما حضرتك بتقولي التدريب بتاع الفردي مهم جدا، لانه عايز نوع من الـ يعني مش قادر اقول حضرتك التركيز العالي جدا جدا جدا، لانه بيعتمد على نفسه لوحده غير الفريق بالكامل. فالحمد لله تم تدريبهم على اعلى مستوى. وعندنا طبعا في الفردي برضو المقدم محمد المغاوري من القوات المسلحه برضو يعني مميز، واحمد بكره مش عايز انسى الاسماء، وعادل شنواني ورموش توحيد، فريق كبير جدا يا فندم. وعايز اقول لحضرتك حاجه بس مهمه جدا في الموضوع ده، ان احنا يمكن كنا الفريق بتاعنا اصغر فريق سنا، يعني الفرق الكبيره اللي موجوده فرق كبيره سنا قوي، انما الفريق بتاعنا كان مميز، ويعني تم تقدير كل الاحترام ليه من جميع الدول يا فندم. طيب ده عظيم جدا، بس انا كنت اسمع كابتن انه الفرق اصعب من الفرد. الفرق صعبه جدا زي ما حضرتك بتقول، ان هم انا كنت اسمع لك حضرتك دلوقتي بتقول ان الفرد الفردي يا فندم زي ما بقول لسيادتك، الفردي عايز تركيز للفارس شخصيا هو، يبقى نتيجته يعني مركزه عليه، فعايزه تركيز غير طبيعي. الفرق تركيز قوي جدا، لان الفريق كله حضرتك مش هياخد وتد من الارض، او مش هي يعني مش هيبقى مميز هيضيع الفريق كله. صحيح. فهم برضه لازم يكونوا كلهم بيتعلموا في التدريب ان هم يخشوا كلهم في خط مستقيم واحد، عارفين الاوتات تتاخد منين، عارفين الكوابيل، حاجات في الفروسيه طبعا يعني كده المصطلحات بتاعتنا تبقى معروفه ازاي تتاخد بسرعه معينه يا فندم. وفي نقطة تانية عايز أقول لسيادتك عليها برضو مهمة، المنتخب طبعا واجه شوية يعني صعوبات شوية بالنسبة للخيول اللي هي اللي في موسكو، لأن طبعا الخيول عالية شوية على البطولة العالية حجما، لأن دايما بطولة الأوتاد أو الكلة بتبقى معروفة إنها تبقى خيول
حجمها مش كبير بحيث يقدر ان هو يلتقط الوتد بالسيف او المزراء اللي هو بيبقى ماسكه في ايده. فطبعا دي كانت مشكله بالنسبه لنا، لان الخيول دايما العربيه عندنا قصيره القامه مش زي الخيول الاجنبيه اللي بره. لكن اكيد اتدربت عليها. لا يا فندم طبعا الفريق بتاعنا قوي جدا الحمد لله. طيب الحمد لله. وتغلب عليها واقلم نفسه عليها يا فندم على طول يعني. أول مرة أعرف إن إحنا مش بنسافر بالخيول بتاعتنا، أنا متخيلة إن كل فارس بيتحرك بحصانه. بص حضرتك، ده تحدي جديد أعتقد يعني. مظبوط مظبوط يا فندم، الموضوع ده دايماً حضرتك في بعض الدول بيتعمل زي قرعة للخيول، كل الدول بس مش إحنا يا فندم في بطولة موسكو الدولية ما كانش معايا خيولها، إحنا الخيول دي كانت مستعارة من روسيا. وبيتعمل زي قرعه للفرق كلها، بيبتدي كل فريق يسحب رقم الجواد بتاعه، قرعه بدون معرفه الحصان، كل واحد بقى يعني وحظه في الحصان، اذا كان بيطلع حظه حصان كويس جدا، ممكن حصان معاند، حصان مش ماشي كويس. طبعا انت عارفه رياضه الفروسيه هي رياضه بتعتمد على فارس وحصان، مش طبعًا مش بني ادم ومضرب. فبالنسبه لها طبعا بتبقى نوع من الصعوبه شويه ان احنا نقدر نتاقلم على الحصان، مفيش يعني في البعثه رجبة الحصان أول يوم تأقلموا عليه، بدأوا يشتغلوا عليه، بدأوا هم يدربوه، الفريق بتاعنا بدأ يدربوا الخيل على نفسهم شوية، ودي يعني الحمد لله كانت إشادة من الاتحاد الدولي للفروسية للالتقاط الأوتاد على أن الفريق المصري نفسه حضرتك فعلا يعني تأقلم على الخيول بهذه السرعة وأدى إلى أحسن نتيجة زي ما حضرتك شايفة، إحنا أخذنا نتيجة كبيرة جدا يا فندم. كابتن هاني مجدي رئيس بعثة منتخب مصر ببطولة موسكو، الصور شكلها يفرح ويعني حقيقي سعداء جدا بحضرتك بتقدموه، كل الشكر ليكم. شكرا يا فندم، وعايز اقول حاجة تانية برضو حضرتك يعني في الاخر، بوجه الشكر طبعا لمعالي وزير الشباب والرياضة ومعالي وزير الداخلية ان هو يعني استقبلنا استقبال مشرف جدا في المطار، وتم التوجيه من سيادته لإدارة اتحاد الشرطة وإدارة الخدمات للشرطة ان هم يستقبلونا في المطار على اكمل وجه يا فندم، وده اللي احنا متعودين عليه من مصر بلدنا يا فندم الحمد لله. كل التوفيق لحضرتك يا فندم، ومرة تانية ألف مبروك لحضرتك وللفريق طبعا المشارك، وبالنسبة للعيبة في حصولهم على هذه المراكز المتقدمة، المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي وأيضا الذهبية بالنسبة للفرق. طبعا ما في شك انه الصداع من الازمات الصحيه اللي ممكن تواجهنا في حياتنا بيكون ليه اسباب كتيره، زي مثلا النوم ساعات قليله، في عندك مشكله عضويه مثلا، مشكله نفسيه، مشكله مرضيه، مسببات كتيره قوي من الممكن ان ينتج عنها الصداع. وللاسف في ناس كتيره جدا بيكون عندها صداع مستمر وبتهمل في الموضوع ده وبتتعامل مع المسكنات كانه ده الطبيعي يعني. النهارده هنتكلم بالتفصيل في أزمة الصداع اللي ممكن تؤرق حياة ناس كتير مع دكتورة منى ندى أستاذ طب الأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. صباح الفل أستاذة منى، صباح الخير أستاذ محمد، سعيدة إن أنا معاكم النهارده. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، الصداع ده واحد من المشكلات الكبيرة، لكن قبل ما أتكلم عنها عايزة أبتدي مع حضرتك أنك أول سيدة مصرية وعربية وأفريقية بتتولى منصب الرئيس المشارك لمجموعة الصداع العنقودي في جمعية الصداع الدولية. ليه عملوا جمعية صداع دولية؟ ولو حضرتك تكلمين عن منصبك الجديد. بص حضرتك، هم عملوا المنظمة العالمية للصداع سنة 1984 لأنه لقوا أنه الصداع ده من أكتر الأعراض اللي بيشتكي منها أي مريض، يعني مفيش عيادة ما فيهاش مريض عنده صداع، مفيش حد من قرايبنا ما عندوش صداع. فابتدوا لقوا إن الوعي عن الصداع قليل جدا، عشان نزود الوعي ده لازم نعمل حاجة زي منظمة ليها نشاط، ليها أعضاء، ليها زي جدول كده، عشان نقدر نساعد المرضى إنه زي ما أستاذ محمد قال ما يبقاش عندي صداع وما بقاش ماشي بالصداع ومش متخيل إن هو ليه علاج. المنصب اللي أنا أخدته هو تحت المنظمة دي، كل مجموعة من الصداع ليها مجموعة. تخيلي بقى حضرتك إن كل الصداع ده ليه أشكال كتيرة قوي. متخيلة كل الأشكال دايما عندي دكتورة. فمتخيلة جدا والله. إن شاء الله ما يبقاش عندك صداع. فلقوا الصداع النصفي عملوا له مجموعة، الصداع العنقودي عملوا مجموعة، المجموعة دي دورها إن احنا نعمل أبحاث ونعمل توعية للمرضى، وده اللي هي اللي أنا بشكركم عليه، إن احنا نبتدي نزيد الوعي عن إن في حاجة اسمها صداع، وإن في حاجة اسمها أنواع للصداع، وفي علاج للصداع. طب دكتورة، إيه هو الصداع العنقودي ده؟
بص حضرتك، الصداع الاول خالص بنقسمه لنوعين، صداع اولي يعني ملوش سبب، منهم الصداع العنقودي والصداع النصفي، واسباب تانية زي مثلا عندي جيوب انفيه، عندي انيميا، عندي حاجه تانية. الصداع العنقودي ده نوع من انواع بقى الصداع الاولي، ده بيجي في الرجاله اكتر للاسف، بيجي حاد جدا، يجي حوالين العين، المريض يبتدي اثناء النوبه يحصل دموع تنزل من العين او سائل ينزل من الانف، العين تورم جامد جدا، وهو أسوأ نوع صداع ممكن حد يحس بيه. مش ده الجيوب الأنفية اللي مشكلته حضرتك بتقولي عنه؟ ده تقريبا أعراض الجيوب الأنفية. لا خالص ملوش بقى علاقة خالص أستاذ خالص. محمد بالجيوب عشان الأنفية، في بقى تخيل هو احنا حاد جدا. الجيوب الأنفية وجعها بيجي في الأماكن اللي أنا بشاور فيها دي، والمريض لما يجي يصحى من النوم يحس بالصداع، لما يوطي مثلا هيسجد يحس بالصداع. صداع العنقودي لا، صداع العنقودي عادي، وأنا بتكلم مع حضرتك مرة واحدة تجيلي نوبة الصداع حادة جدا لدرجة انه بيسموه الصداع اللي بيؤدي الى افكار انتحارية او الصداع الانتحاري من شدة ألمه، لانه اسوأ نوع صداع ممكن حد يجربه. بيبقى على ناحية واحدة، والاعراض دي بتقعد من حوالي ساعة لثلاث ساعات، وممكن تتكرر اكتر من مرة. فالحقيقة من اسوأ انواع، ولازم يتشخص بدري عشان يتعالج. ازاي بقى يتم التعامل معايا يا فندم؟ بيتعامل معايا اي نوع صداع استاذ محمد، اول حاجه ان احنا نشخصه صح. يعني لو قلت لحضرتك ان احنا في احد الابحاث اللي عملناها في القصر العيني عن الوقت اللي المريض بياخده عبال ما يوصل للتشخيص انه صداع عنقودي، قد يصل الى 9 ل 10 سنوات عبال ما يتشخص صح. ممكن يتشخص ان هو جيوب انفيه، ممكن يتشخص مشكله في العين. فاول حاجه انه يتشخص صح. تاني حاجه ان احنا نبتدي ندي علاج وقائي. ليه استنى النوبه لغايه ما تجيلي؟ انا اقدر ادي علاج سواء للصداع العنقودي او الصداع النصفي، امنع نوبه الصداع اصلا انها تيجي. يمشي عليه المريض على طول؟ بيمشي عليه من 3 ل 6 شهور. لا مش على طول، بيمشي عليه من 3 ل 6 شهور لغايه ما النوبات دي تختفي خالص، وبنعلم المريض ان في حاجات معينه ممكن لو هو تجنبها يمنع نوبه الصداع انها تيجي. الحاجه الثانيه اثناء النوبه، لو جات لي النوبه اعمل ايه؟ اخد انهي نوع من المسكن، واخد قد ايه مسكن عشان ما اعملش مشاكل لنفسي زي ما حضرتك قلت من الاكثار او الافراط من المسكنات. طيب جرت العاده يا دكتوره اول ما الواحد بيحس بالصداع يلجا للباراسيتامول على طول، ايا كان بقى الاسم التجاري بتاعه، بس بيلجا لمسكن بيبقى حاسس ان هو امن وخفيف على اجهزه الجسم، وفي نفس الوقت يعني تاثيره بيكون معقول، الا طبعا في حالات الصداع النصفي. حضرتك شايفه ان ده تصرف صح ولا غلط؟ تصرف غلط جدا، لانه الاكثار من اولا الباراسيتامول هو ماده ضعيفه جدا للصداع، سواء الصداع النصفي او العنقودي او ايا كان نوع الصداع، فمش صح ان انا الجا للباراسيتامول. الحاجه الثانيه، الناس مش واخده بالها انه لو انا عديت عدد معين من تناول باراسيتامول في الشهر، المسكن نفسه هيعمل لي حاجه اسمها صداع كثره المسكنات. يعني الباراسيتامول اللي حضرتك هتاخديه بدون سبب، او ان انا بحاول اوقف نوبه قويه مش هتقف، الاكثار من الباراسيتامول هو نفسه يعمل صداع كثرة المسكنات. فعشان كده بنقول للناس لا، في انواع لكل نوع من الصداع كمسكن، اخذ الجرعه مظبوطه وفي وقت مظبوط من بدايه النوبه. يعني في الصداع النصفي بنقول اول نص ساعه استاذه منى، لو لحقت الصداع في اول نص ساعه بمسكن قوي مش طبعا الباراسيتامول، النوبه هتقف ومش هيحصل فيها اي تكرار تاني. طيب هل ممكن بالفعل الصداع يكون ليه اسباب نفسيه؟ العامل النفسي ليه دور طبعا انه يزود استاذ محمد، لانه العامل النفسي هيعمل ايه؟ اول حاجه هيخلي النوم مش مظبوط، فقله النوم او زياده النوم بتسبب صداع، فدي اول حاجه ليها علاقه بالحاله النفسيه. الحاجه الثانيه الاكل، اللي عنده اكتئاب او حاله نفسيه مش كويسه اكله ونظام اكله مش مظبوط. الحاجه الثالثه انه بيحصل تقلص في العضلات من كتر التوتر، وان انا مشدود بيبتدي عضلات الرقبه او عضلات الراس يحصل فيها تقلص جامد قوي. التقلص ده هيزود لي نوبات الصداع، لكن ان الحاله النفسيه لوحدها تعمل صداع يستدعي ان انا اروح للطبيب، لا، هو هيزود نوع عندي. يعني انا مريضه تمام. صداع نصفي بس عندي حاله نفسيه سيئه، فتبتدي النوبات تزيد جدا في القوه وفي العدد. فعشان كده بنقول العامل النفسي مهم قوي، لكن هو ليس سبب للصداع لوحده. طيب دكتورة، حضرتك عضو في اللجنة الدايمة للأطفال والمراهقين التابعة لجمعية الصداع الدولية، واللي طبعا أهدافها بتركز على اضطرابات الصداع في الفئة العمرية دي. دي فئة إزاي بتتعرض للصداع، وإزاي يعبروا عن نفسهم وهم عارفين أصلا يقولوا يعني إيه عندهم صداع ولا لأ،
وازاي نلحقهم وهم مش قادرين يساعدوا، بالذات يقولوا يعني ان عندهم صداع خصوصا لو هم صغيرين. بصي حضرتك، هي مشكلة الأطفال إنه الحقيقة في نقص شديد جدا جدا للتوعية إنه الأطفال ممكن يشتكوا من صداع نصفي أو صداع توتري. دايما بناخد الأطفال إن هو لما هيشتكي من صداع إنه بيتدلع أو إن هو مش عايز يروح المدرسة أو مش عايز يروح التمرين. الحاجة التانية إن الصداع مثلا النصفي في الأطفال بيجي بشكل مختلف، يعني في الكبار هيجي بشكل صداع، في الأطفال لا، ممكن يجي بس بمغص، وجع جامد جدا، الطفل يبقى شاحب جدا، لا عنده رغبه في القيء. الصداع هيجي اعراضه مغص؟ ايوه هو، ايوه يعني هيشعر هو بالم صداع. في بطنه، لكن هو ده صداع وهو مش ايوه هيبقى عارف يعبر؟ يعني لما حد يقول راسي بتوجعني وبطني بتوجعني، ده حاجه حقيقيه ما بتبقاش الاطفال مش عارفه تعبر؟ لا بتعبر جدا، الاطفال بتعبر جدا، ولما بنسمعهم كويس وبنعلم الام والاب ان الصداع بالذات النصفي ممكن يجي للاطفال، ان كل ما اركب مثلا اي مواصله ابتدي احس بدوار واحس ان انا عرقان، عايز انزل، عايز ارجع، مش قادر. ده ممكن يكون بدايه نوبات صداع نصفي، بالذات لو في تاريخ مرضي في الاسره، يعني لو الاب او الام عندهم صداع نصفي. النوع الثاني ممكن يجي بدوار، فالطفل يقول انا احس ان انا راسي، انا بلف، انا دايخ. الاطفال بالذات التعبير عن الصداع مختلف عن الكبار، فلازم نعلم الاهل ان الصداع النصفي ممكن يجي في الاطفال. الحاجة التانية إنه العلاج بتاعه سهل خالص، إن إحنا بندي نوعية أكل معينة، بنعمل نمط حياة معينة، في بعض الأحيان نقدر نستعمل أدوية آمنة للأطفال توقف النوبات. لكن زي ما حضرتك بتقولي، الوعي إن الأم تبقى عارفة إنه أنا بطني بتوجعني بشكل متكرر، راسي بتوجعني، مش قادر أقعد في نور، مش قادر أمسك الموبايل بتاعي، عايزة أرجع، وممكن فعلا الطفل يرجع وشه شاحب جدا، حاسس بدوار، لا ابتدي اكشف وابتدي اطمن ان مفيش سبب للاعراض دي، مش ان الطفل بيتدلع. اكيد يعني أكيد. ماسكه الموبايل كتير يا فندم بتجيب صداع؟ طبعا طبعا. ماسكه الموبايل كتير حضرتك بتعمل ايه؟ اول حاجه طبعا بيجيب صداع، لانه احنا بنقعد فترات طويله، تانية رقبتي، فده بيعمل تقلص في العضلات. تاني حاجه استعمال العين لفترات طويله وطالع منها اضواء والوان، طبعا ده بيعمل. الحاجه الثالثه الاصوات العاليه بتزود الصداع. رقم أربعة اللعب اللي الأطفال بتلعبها اللي ليها علاقة بإن أنا قاعد متوتر وبلعب مشدود. وبحاول مشدود طول الوقت متحمس كده، طبعا ده بيزود طبعا الصداع. طيب دكتورة، إيه أكتر أنواع صداع انتشارا في مصر؟ أكتر أنواع انتشار في مصر هو الصداع النصفي. الصداع النصفي على مستوى العالم أستاذ محمد بيصيب 1 بليون شخص عندهم صداع نصفي. في مصر عندنا 18 مليون شخص عندهم صداع نصفي. 18 شخص حضرتك العدد؟ مشخص ولا لا، 18 شخص بيعانوا؟ بيعانوا استاذه منى، اللي متشخص منهم بيبقى 40% فقط، لكن النسبه 17% من اي مجتمع بنتوقع ان هم عندهم صداع نصفي، ودي دراسه معموله. فلما نتكلم على بليون شخص، لو حسبناهم في مصر احنا حوالي 110 مليون، احنا تقريبا في 18 مليون شخص عنده صداع نصفي، 40% فقط منهم اللي بياخد رعايه طبيه ويبتدي ياخد علاج صح ويتعافى من الصداع النصفي. ودي معلومه للاسف ناس كتيره جدا مش عندها، ناس متخيله ان الصداع النصفي هعيش بيه طول عمري، هفضل طول الوقت باخد مسكنات وعايش بيه وخلاص والدنيا ماشيه. لا طبعا، احنا عندنا ادويه حديثه وادويه رائعه بتوقف نوبات الصداع النصفي، وبنوصل لمرحله ان المريض او المريضه، بالذات انه بيجي اكتر في الستات وبيجي اكتر في الفتره اللي هي من 20 سنه ل 50 سنه، اللي هو الفتره الاكتف اللي انا فيها نشيطه وعندي اولاد وعندي شغل وبتحرك، نقدر نوصل مع المريضه ان هي ما عندهاش نوبات صداع توقف حياتها، متباعده جدا، وقد تصل انها تقف خالص بعلاجات متطوره ورائعه وامنه. عظيم عظيم. يعني 40% فقط زي ما حضرتك ذكرتي هم اللي بيتم تشخيصهم. للاسف استاذ محمد، عشان كده ابتدينا نعمل التوعيه، وطبعا تاني بشكركم طيب جدا على الاستضافه. هل يا دكتوره عرفنا يعني ايه اكتر الاسباب اللي بتؤدي الى صداع النصفي في الناس اللي تم فحصهم او تشخيصهم؟ اكتر حاجه نمط الحياه استاذ محمد، اولا هو يعني ليه عامل وراثي، فممكن ساعات ممكن انا اكون ملتزمه بكل حاجه بس برضه هيجيلي نوبات الصداع. لكن في حاجات في ايدي اقدر اعملها، انا مش هغير الجينات بتاعتي او العوامل الوراثيه. مفهوم طبعا. ففي حاجات في نوعيه الاكل، يعني مثلا الحاجات المصنعه، الجبن المصنعه، الحاجات اللي فيها ماده الاسبارتام اللي احنا بناخدها في المشروبات المحفوظه، المكسرات،
في بعض الأحيان اللحوم المصنعة، الأكل الغير صحي أثبت إنه بيزود نوبات الصداع. الحاجة التانية بعض العادات الخاطئة اللي المرضى بيعملوها، زي مثلا إن أنا فترات طويلة جدا جدا بدون رياضة، ما بشربش مية وإحنا في الحر ده، فبتجاهل السوائل. كل دي عوامل هتزود لي نسبة حدوث الصداع النصفي. لخبطة الهرمونات عند السيدات، استعمال وسائل منع الحمل اللي فيها هرمونز، الهرمونات اللي بتستعمل لو أنا عندي استعداد لصداع نصفي هتسودها جدا. فبالتالي منع الحاجات دي هيخلي المريضة المعاناة بتاعتها من الصداع أحسن كتير جدا. عظيم، وكويس ان حضرتك وضحتي برضو ان احنا بامكاننا ان احنا نعالج الصداع، وبلاش استسهال في ان احنا ناخد مسكن فنعالج العرض بشكل وقتي، ولكن بيفضل الصداع موجود وهيفضل على فترات متباعده، لكن في علاج للصداع زي ما حضرتك ذكرتي. بالظبط كده حضرتك، الوقايه خير من العلاج، دايما نقول الوقايه خير من العلاج. لو منعت نوبات الصداع اعيش حياه احسن كتير جدا من ان انا استنى النوبه تيجي صحيح وابتدي ادور على مسكن. طيب لكل الناس اللي بتشوفنا، احنا عايزين نقول ان في وحده للصداع في جامعه القاهره، حضرتك مسؤوله عن وحده الصداع دي، اي حد يقدر يتوجه لهذه الوحده وموجوده في انهي مكان، بحيث ان هو يقدر يتم تشخيصه وييسر الحياه بقى على الناس. احنا عندنا في وحده الصداع الحقيقه في عياده كل يوم اربع في القصر العيني في العياده الخارجيه، بنستقبل المرضى اللي عندهم صداع، بنبتدي نعمل لهم تشخيص سليم. كل يوم اربع موجود حد من الاساتذه او الاستشاريين الموجودين في القصر العيني، بنطمن على المريض، بنسمع المريض كويس جدا، بنطلب الفحوصات اللازمه، وبنبتدي نوجه المريض ونتابعه بحيث ان نوبات الصداع دي تتوقف. مش بس كده، احنا عندنا كمان بنعمل نوع من انواع الحقن اللي نقدر بيه، الامن جدا نقدر بيه نوقف نوبات الصداع. الحاجة الثالثة إن وحدات الصداع الحقيقة مش بس في القصر العيني، يمكن القصر العيني ليه الريادة في إن هو أول جامعة عملت وحدة مخصوصة متخصصة بقى لها حوالي 8 ل 10 سنوات مخصوصة فقط لأمراض الصداع بكل أنواعه. لكن الحقيقة موجود في جامعات أخرى في محافظات أخرى. فيعني بدعو الناس إنها بس تهتم إنها تدور في الجامعة اللي موجودة في محافظة حضرتك، دور هتلاقي غالباً في وحدة مخصوصة للصداع. طيب الصداع احنا مش مضطرين نتعايش معاه، واحنا مش مضطرين نعاني من الصداع، ومش مضطرين نرهق الكبد والكلى طول الوقت بالمسكنات، في علاج للصداع وفي وحدات للصداع موجوده في اغلب الجامعات المصريه في اغلب المحافظات. كل شكر ليكي دكتوره منى ندى، استاذ طب الاعصاب بكليه طب جامعه القاهره، نورتينا وشرفتينا وطمنتينا كمان، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. امبارح طلاب الثانويه العامه شعبه ادبي وعلم علوم انتهوا من الامتحانات، اما شعبه علم رياضه فهتمتحن يوم السبت اخر ماده وهي ماده الديناميكا. بكده يكون الامتحانات خلصت بشكل نهائي، بالضغوط بقى اللي عليها على الطلاب طبعا اللي شافوا ضغوط كتيره جدا على مدار السنه كامله منهم. اكيد ازاي الولاد تتخلص من ضغط الامتحانات على مدار الفتره الماضيه، ده اللي هنعرفه في فقرتنا النهارده من الدكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي المساعد بكليه الدراسات العليا للتربيه جامعه القاهره. يا دكتور منورنا، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتوره منى، صباح الخير يا استاذ محمد وكل الساده المشاهدين. يا دكتور الولاد يعني بنقول ان فتره الثانويه العامه دي من الفترات اللي بتبقى صعبه عليهم وبتبقى فيها دايما ضغط، برغم ان احنا دايما بنقعد نقول ما تضغطوش نفسكم ونحاول نهيئ الجو في الأسرة، ولكن شئنا أم أبينا بيبقى فيه نوع من أنواع الضغط. زي الولاد تتخلص بقى من الضغط ده وتحس إنها خلاص بقى محتاجة تاخد أجازة ومحتاجة تريح ومحتاجة تتنفس كده بهدوء. طبعا بالتأكيد الثانوية العامة مش بس فترة الامتحانات، فترة الامتحانات وما يسبقها، يعني الطالب حتى هنقول إنه من بداية ما بيلتحق بالمرحلة الثانوية بيدخل في دوامة من الضغوط، لكن هي بتتضاعف طبعا وبتكتر في الصف الثالث الثانوي. والضغوط دي الحقيقة بتشمل الطالب وبتشمل الأسرة كلها، يعني مش بيبقى هو لوحده متحمل المسؤولية ومش هو لوحده اللي بيبقى متعرض للضغوط، فالبيت كله بيبقى الحقيقة بيواجه قدر كبير جدا من الضغوط، ومحتاجين إن احنا بعد بقى انتهاء الامتحانات البيت كله ياخد فترة من الراحة ويبدأ يستعيد نشاطه من جديد. احنا دايما بننصح أبنائنا الطلاب بعد انتهاء الامتحانات وهذا الضغط الكبير اللي تعرض له الطالب والأسرة في خاصة في أيام الامتحانات، انه لازم على الأقل يومين كاملين
بعد انتهاء الامتحانات يبقى ما فيش أي نشاط ذهني أو أي يعني حمل نفسي بيتعرض له الطالب، يأكل وينام، يبقى هادي جدا ما يفكرش في أي حاجة خالص على الإطلاق، لأنه طبعا أجهد نفسه كتير جدا ذهنيا ونفسيا وكمان بدنيا طوال فترة الامتحانات اللي الحياة كانت فترة طويلة جدا. فعملية الفصل دي مهمة جدا، لأن طبعا احنا بنقول إن يعني كثرة التعرض للضغوط الحقيقة لها تأثيرات كمان بدنية. يعني يمكن الفقرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الصداع، وده قد يكون أحد أعراض الشعور بالقلق والتوتر والضغوط اللي بتقع على الطالب. يعني في مخاطر جسمية وفي مخاطر نفسية، في إجهاد ذهني تعرض له الطالب طوال فترة الامتحانات وطوال فترة الدراسة. فاحنا محتاجين إن احنا ناخد راحة يعني على الأقل لمدة يومين، مفيش أي خالص نشاط ذهني أو بدني أو تعرض لضغوط نفسية، بحيث إن أنا يعني أبدأ إن أنا أستعيد نشاطي مرة أخرى. مفيش مانع بقى بعد اليومين دول ما يخلصوا إن أنا أخرج بقى واتفسح، لأن جانب الترفيه ده الحقيقة كان بيبقى جانب مش واخد حقه بقى طوال فترة الامتحانات، وما صحيح. قبلها بيبقى برضو يعني بحذر شوية طبعاً. فمفيش مانع بقى ان الطالب يخرج لقضاء بعض الوقت يعني كفسحه كده، ويستحسن او يفضل انه يكون في مناطق فيها مياه، لان المياه دي بتبعث على الاسترخاء والهدوء النفسي. الاسره بقى والعلاقات الاجتماعيه اللي احنا اهملنا فيها طوال فتره الدراسه في المرحله الثانويه، الطالب بيروح المدرسه يرجع من المدرسه يروح الدرس، فمفيش تواصل اسري، ودي يعني ودي المرحله العمريه اصلا التواصل الاسري فيها بيكون ضعيف شويه، او الاجتماعي كمان بيكون ضعيف، وكمان ظروف الثانويه العامه بتبقى يعني مصعبه الموضوع ده شويه، وبتبقى مقلله منه الى حد كبير. فنبدا بقى نستعيد الدفء الاسري مره اخرى، والاسره تجتمع في حوار وتجتمع في يخرجوا مع بعض، يعني نبدا بقى العلاقات الاجتماعيه والروابط اللي بين الطالب واسرته نبدا نقويها. بعد الفترة دي ما تخلص هنرجع تاني بقى علشان نستعد لضغوط المرحلة الجامعية. لا طب استنى قبل ما نستعد بقى، احنا عايزين نسيب الناس تتفسح شوية وتتبسط. طب كان دايما يعني بقعد افكر كده بالنسبة للطلبة اللي بتخرج من الامتحان تفضل تراجع في الاجابات بتاعتها، ده ايه اسبابه؟ يعني في ناس بتخرج من الامتحان خلاص رمى كل حاجة، شال كل حاجة رضاه، الامتحان خلص بالاجابات بتاعتي بحلوها بمرها بالصح بالغلط، خلاص انا عملت اللي حصل حصل يعني. وفي بعض الطلبه كان يخرج من الامتحان يجيب الورقه كده ويقول لا ده انا عملته كذا، ويرجع يفتح الكتب والمذكرات بتاعته ويشوف هو عمل ايه وما عملش ايه، ويفضل قلقان حتى في الفتره دي بعد الامتحانات ما خلصت، هو عايش قلقان ومتوتر. ده سببه ايه؟ سببه انه متشبث قوي بالحلم بتاعه، عنده حلم وعنده طموح ومش عايز يسيبه خالص باي طريقه من الطرق، وعايز يتاكد انه يعني قرب من الهدف بتاعه، يعني فعايز بقى يراجع علشان يتاكد هو وصل لحد فين. يعني ده مؤشر كويس انه عمل اللي عليه مثلا، او كان لا تعبان. هو هل لهذا الاجراء فايده؟ يعني انا لو رجعت بعد خروجي من اللجنه هذا الاجراء له فايده؟ يعني هيعود عليا باي نفع؟ بالتاكيد لا. فهذا الاجراء ليس له اي داعي على الاطلاق. احنا بنقول طبعا واحنا بنتكلم مع ابنائنا الطلاب في فتره المذاكره بنقول لهم، يمكن قلنا مع حضراتكم قبل كده في البرنامج، انه مطلوب شويه قلق علشان نقدر نذاكر ونقدر نجمع ونقدر يعني يبقى عندنا دافع ان احنا نذاكر. بس القلق هنا له وظيفه، او القدر المعقول من القلق ده له وظيفه، انه بيديني دافع ان انا اذاكر واكمل واحقق طموحي. بس انا عايز اسال يا دكتور، ايه المشكله انه يطلع يراجع من الامتحان يبقى عارف هو عمل ايه؟ ما انا هقول عشان الاكسبكتيشنز او سقف التوقعات لا. لما بيعلى وانا مش محدد انا عامل ايه، بيبقى في احباط وبيبقى في توتر وبيبقى في شعور بقى بالانكار من النتائج ايا كانت جيده او غير جيده. هو احنا قلنا دلوقتي في اثناء الامتحانات واثناء الدراسه بيبقى مطلوب شويه قلق كده علشان نقدر يبقى عندنا دافع ونذاكر، لكن دلوقتي لو انا رجعت بعد ما خرجت من اللجنه ده مش هيفيدني باي حاجه. يعني انا مش القلق هنا ليس له وظيفه، مش هيديني دافع، مش هيديني حماس، مالوش اي حاجه، الا انه هو هيبقى في قلق ممكن ياثر عليا نفسيا، ممكن ياثر عليا بدنيا بدون اي فائده تذكر. انا عايز بس ابنائنا الطلاب ياخدوا بالهم من نقطه مهمه، وكمان اولياء الامور، ان النتيجه مش هي النهايه اللي احنا بننتظرها. طبعا وبالتالي انا مفيش داعي ان انا اقعد احسب انا جاوبت كام اجابه صح وادخل نفسي في نوبات القلق والتوتر دي، لان ما منهاش فايده، ولان النتيجه بالنسبه لي مش هي النهايه وانما هي البدايه. فانا بستنى لما اشوف النتيجه عامله ازاي عشان هتبقى هي دي البدايه بتاعتي اللي انا هبني عليها بعد كده خططي المستقبليه وابدا احدد اهدافي.
ما حددتش اهدافي مسبقا، لان انا لسه ما اعرفش النظام ايه. وخلينا نضرب مثال بسيط يا فندم علشان برضو ابنائنا الطلاب يعرفوا. لو حضرتك رايح تكشف عند طبيب وطلب منك تحليل، هل بيديلك العلاج قبل نتيجه التحليل ولا بعده؟ اكيد بعد نتيجه التحليل. فاحنا دلوقتي امتحانات الثانويه العامه بالنسبه لنا هي النتيجه بتاعه التحليل اللي هنستعين بيها في ان احنا نوصف بقى الخطه السليمه الصحيحه لاستثمار قدرات الطالب ده، وان هو يعني يحقق نجاح في مجال معين. فيعني بناكد تاني ان النتيجه لما تظهر ان شاء الله هتبقى هي دي البدايه وليست هي النهايه اللي احنا منتظرينها، وبالتالي ما فيش اي داعي اطلاقا لان انا اراجع وادخل نفسي في نوبات القلق، لان انا لسه ما بداتش، انا لسه هبدا لما النتيجه تظهر. طيب دكتور، خلينا متفقين برضو انه الطلاب في هذه المرحله والفئه العمريه دي ما بيكونش عندهم الادراك الكامل لطبيعه المرحله والامور، وان دي ثانويه عامه بيبنى عليها حاجات كتيره جدا. التوتر في غالبيه الاوقات بيجي من الاهل، هم اللي بيبقوا شاغلين بالهم زياده عن اللزوم بالمجموع والدرجات، وفلان عمل ايه وقالان عمل ايه وذاكر، لان انت لو ما عملتش مش عارف هتروح مش هتتعلم تعليم كويس، فبالتالي مالكش مستقبل. حاله التوتر دي هل بالفعل سببها الاهالي فقط ولا الاولاد برضو يتحملوا جزء منها؟ لا، صح جدا زي ما حضرتك بتقول يا فندم، الاهل بيتحملوا جزء كبير من المسؤوليه في نشر ثقافه القلق بين الابناء، لان هم الحقيقه بيتدخلوا في تحديد مستقبل الابناء بدون وعي في اغلب الاحيان. يعني هو الاهل ما بيبقاش عندهم وعي حقيقي بقدرات ابنائهم، مش عارفين بشكل دقيق ابنائهم دول متميزين في ايه ويقدروا ينجحوا في ايه، ولان هم طبعا يعني بيرموا المسؤوليه كلها على المدرسه ومش متابعين بشكل جيد لنشاط ابنائهم الاكاديمي. فمش عارفين نقاط التميز عندهم، فبيبداوا يفرضوا توقعات على ابنائهم مش مناسبه لقدراتهم. انا عايز ابني يطلع كذا، وساعات بيبقى التفضيلات خاصه بمهن الاب والام، انا الاب طبيب فانا عايز ابني يورث العياده او يبقى هو اللي بعد مني او شفت في معاناه في المجال ده، فمش انا هسهل عليه الموضوع بحيث ان انا في نفس المجال. فبيبقى في ترشيحات وتفضيلات لمسارات معينه في الدراسه بتبقى نابعه من الاهل، وقد تكون غير متوافقه تماما مع قدرات الابناء، فده بيحط الابناء تحت ضغط، انا عايز ارضي الاب والام بس انا مش قادر اوصل للمستوى اللي هم عايزينه ده، او الحاجه دي مش ميولي او مش بتتفق مع قدراتي، انا مش حابب المجال ده. فهنا ده بيحط الابن في ضغط. بعض الاسر بقى يعني بتركز قوي على موضوع المقارنه، وتقعد بقى تسال الابن زميلك فلان عمل ايه وهو الاحسن ولا انت، مين اللي جاوب صح، من اشطر واحد في بيجاوب في الفصل او في الدرس، ده ابن خالتك عمل كذا ودخل كليه كذا. طب يعني احنا ملناش دعوه، يعني ده حاله وده حاله، كل واحد محكوم بخصائصه ومحكوم بقدراته، مهما عملنا مش هيقدر يتجاوز قدراته اللي ربنا منحه اياها. فاحنا لازم نبقى واخدين بالنا من النقطه دي، ولما بنتكلم في النقطه دي كتير ده بيمثل برضو ضغط كبير على الابناء. لما برضو بعض الأسر بتبقى يعني بتقدم الحب والاهتمام المشروط، يعني أنت حبيبي وابني لما تبقى شاطر ومتميز ونفسي تعمل لي كذا علشان أبقى مبسوط بيك وهكذا، ونفسي تدخل كلية كذا علشان أبقى فرحان بيك، الكلام ده كله طبعا ما ينفعش، لأن ده بيحط برضو الطالب تحت ضغط كبير. إذن زي ما حضرتك تفضلت وأشرت يا أستاذ محمد، معظم الضغوط النفسية منبعها أو منشأها من الأسرة، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ممكن جزء منها بيكون نابع من الطالب نفسه، الطالب نفسه عنده ميول كمالية أو عنده مستوى مرتفع قوي من الطموح، أو مش على وعي كافي برضه بقدراته، وهو يستثار ذاتيا للشعور بالقلق والتوتر، والأسرة يعني لا تتدخل لتهدئته، أو صحيح. ما يبقاش عندها استراتيجيات تعالج بها القلق ده. أكيد الأيام الجاية إن شاء الله نحاول بقى نخف الضغط على الولاد، اللي حصل حصل خلاص زي ما دكتور عاصم بيقول، إن شاء الله اللي جاي يكون أحلى وأفضل. كل الشكر للدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة. نورتنا يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. على مدار أكتر من 40 سنة عم ناصر أبو اليزيد بيحترف صنعة ورثها عن والده وأخوه الكبير، وعمل فيها أكتر من 100 أسرة بالقرية الجنوبية الصغيرة أقصى محافظة قنا.
عم ناصر واحد من امهر صناع الفخار وهو مبدع في الحرفه دي، موقفش عند انتاج الطواجن، لا عمل انواع جديده بتطلب في الاماكن السياحيه ومعارض الحرف اليدويه. يلا نشوف عم ناصر بيعمل ايه. أنا شغال المهنة دي سيادتك وأنا يعني سن صغير يعني بتاع حوالي 40 سنة. تعلمت المهنة دي من والدي وكملت برضك بعد كده علمني بقيت تعليمي كمال أخويا أكبر وأكبر مني يعني في السن، هو اللي علمني بقيت الشغل. دي أهمية الصنعة دي سيادتك إن هي صنعة يعني بتنتج طواجن الأكل الصحي. بيجيبش مرض سيادتك لأنه مصنوع من الطبيعة. من مادة الهمر اللي فيه مادة طبيعية من الجبل 100%، ما فيهاش أي إضافات ولا أي أكاسيد ولا تتفاعل مع الحرارة ولا أبدا. مراحل التصنيع سيادتك بتبتدي مع أولا بجيب المادة الخام اللي هي مادة الهمر دي وبنضيفها وبغربلها وراح أضيف على طمية اللي هي بتجي من الترع من التشوين الترع سيادتك بيكون طالعة من التطهير. فأنا بصفيها وبضيف عليها مادة الهمر بمعايير معينة، بعد كده بطلعها بطيبها ستك في العجانة دي عشان تطيب كويس وأعرف أشتغل بيها. بعد كده بجيبها على الدولاب وبشتغل زي ما أنت شايف كده الطينة حسب الطواجن أو النوع المطلوب مني وحسب الكمية المطلوبة مني. التسويق مقتصر، التسويق حاليا التسويق محلي جميع محافظات مصر. بعد كده برضو فيه تسويق بالنسبة للمناطق السياحية بتحتاج أنواع معينة، بالنسبة للأماكن السياحية زي شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، مرسى علم. بالنسبة لجهود الدولة وزارة التنمية المحلية قايمة بمجهود حلو معانا، بتودينا أي معرض بتقوم به وزارة التنمية المحلية بصراحة على أكمل وجه. المحافظ أشرف غريب الداودي برضك الراجل بيطلبنا بالاسم بيودينا المعارض ما بيقصرش مننا، بيتحمل جميع النفقات زي معرض تراثنا، معرض ديارنا وبعض المعارض الأخرى. التاسعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يناقش مجلس النواب اليوم في جلسته العامة تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة برنامج الحكومة، وأوصت اللجنة البرلمانية بأغلبية أعضائها منح الثقة للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، كما أوصت بإصدار تقريرها النهائي للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يتم وضع أجندة تشريعية تتضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وبشكل يتفق مع برنامجها. أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وخلال ترأسه الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية الاقتصادية، كلف مدبولي بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي. قال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أن احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى إلى توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بالشرق الأوسط، أكد عبد الخالق ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المنطقة والعالم لن يتحملا حربا أخرى في الشرق الأوسط، خاصة مع التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول شن عدوان واسع على الأراضي اللبنانية.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مركز أبو مدين بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، مما أسفر عن شهداء ومصابين. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية. أعلن مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية أنه سيتم تفكيك الرصيف الذي أقامه الجيش الأمريكي لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادته إلى الولايات المتحدة. وقال الأدميرال براد كوبر نائب القائد في القيادة المركزية الأمريكية أن الرصيف حقق التأثير المقصود فيما أسماه عملية غير مسبوقة. وأضاف كوبر أن جهود توزيع المساعدات المنقولة بحرا في غزة ستتحول الآن إلى ميناء أسدود في إسرائيل. في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة زوار مهرجان العالمين وزيادة التفاعل معهم، تم إطلاق تطبيق جديد للمهرجان يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمميزات التكنولوجية الحديثة. يعد التطبيق خطوة متقدمة نحو دمج التكنولوجيا في الفعاليات الثقافية والسياحية والرياضية بمصر، حيث يسهم في تحسين تجربة الزوار وتوفير معلومات شاملة حول الأنشطة والفعاليات. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت أن تنظيم داعش بيحاول إعادة تشكيل نفسه مرة تانية، وأشارت أن عدد هجماته في سوريا والعراق في طريقها لتضاعف مقارنة بعدد عملياته السنة اللي فاتت. سنتكوم أكدت كمان أنهم بيلحقوا حوالي 2500 من مقاتلي تنظيم داعش، وده لجانب تعزيز الجهود الدولية المستمرة لمواصلة الضغط المستمر للتصدي لتهديد داعش. تحليل وافي للموضوع معانا على التليفون أستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإرهابية. صباح الخير أستاذ ماهر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. القيادة الأمريكية بتقول إن تنظيم داعش بيحاول إن هو يعيد تشكيل نفسه مرة تانية، حضرتك شايف الكلام ده إزاي؟ هو طبعا داعش موجود متواجد لم ينتهي تماما، وكل اللي حصل بعد موت أبو بكر البغدادي هو انتهاء تمكينه على الأرض اللي هو كان مسيطر عليها تماما، والتجاء التنظيم إلى الصحاري وإلى البادية الواسعة جدا على الحدود ما بين سوريا والعراق، والتجاءه للقرى وأماكن معينة هو استطاع ونجح أن هو يبقى فيها حتى الآن. في الفترة اللي هي كانت في عهد زعيم أبو إبراهيم الهاشمي عد هيكلة نفسه بأنه اعتمد على حاجة بيطلق هو عليها اسمها جيش النخبة، يعني هو نخبة معينة من المقاتلين بتوعه وأوكل لهذه العناصر إعادة تشكيل الجناح العسكري للتنظيم بأنه يتحول إلى سلاسل عنقودية، يعني مجموعات متصلة ببعضها ومنفصلة في ذات الوقت وتقاتل عبر هجوم ليلي مباغت عبر ما يطلقه على التنظيم الانغماسيين. وبدأ يلتجئ إلى هذه السياسة، وكانت الولايات المتحدة والتحالف الدولي بتنجح في لحظات كثيرة باصطياد رؤوس التنظيم وقياداته الكبار، فقتلت 4 زعماء والمتحدثين الإعلاميين للتنظيم في فترات قريبة، وكلهم قتلوا في شمال شرق سوريا، يعني في منطقة اللي هي دايما بتسيطر عليها هيئة تحرير الشام والفصائل اللي هي قريبة من تنظيم القاعدة. ده كان شيء ملفت وكان شيء غريب ان وجود هذه القيادات في هذه المنطقة تحديدا يعني. فطبعا التنظيم نظرا لاصطياد قياداته الكبار كان بتحصل له هزة كبيرة، حركية كبيرة جدا، هزة كبيرة جدا بتؤدي إلى انحدار عمليات ومستوى العمليات. لكن في الفترة الأخيرة دي هو يعني قوى الأزرع الخارجية بشكل كبير، نجح في موضوع التمويل إن هو يحصل على تمويلات كثيرة خاصة عن طريق العملات المشفرة،
نجح في ان هو بسبب الخلافات وبسبب المشكله السياسيه التي لا تزال مستمره تحديدا في سوريا، نجح في ان هو يبقى موجود في هذه المنطقه اللي هي غير مسيطر عليها وفيها فوضى، خاصه ان هيئه تحرير الشام والفصائل القريبه من القاعده والسلفيه الجهاديه زي احرار الشام وغيره في مشاكل كثيره بينهم، وفي مظاهرات بتخرج يعني شبه يومية ضد تواجد هذه الفصائل. فهو داعش نجح في الاستفادة من كل ده طبعا، إضافة إلى أحداث غزة الأخيرة وغيره واستطاعته تجنيد عناصر واستقطابها، فنجح في أنه يقوي المركز مرة أخرى على حساب المجموعات الخارجية اللي هي في الحقيقة تبددت بشكل كبير فيما يطلق هو عليه ولاية خراسان، وعملت عملية موسكو وعملت عملية إيران وعمليات كثيرة جدا، وفي دول الساحل والصحراء في أفريقيا ودول غرب أفريقيا، ودي المناطق الأكثر تأثيرا لداعش. بل بالعكس، الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت الأسبوع اللي فات عن أن قائد داعش انتقل إلى الصومال، قائد داعش انتقل من العراق إلى الصومال، وده شيء كان غريب. وهم بيقولوا نحن اصطدناك، اسمه عبد القادر اصطدناه طائرة بدون طيار، لكن التنظيم لم يلفت الانتباه لده وما اعترفش بده، والعراقيين بيتكلموا على ان رأس التنظيم هو عراقي وليس صومالي، لكنه ايضا انتقل الى افريقيا. فرغم انتقال القائد ده الى افريقيا الا ان العمليات برضه بتزداد في المركز في العراق وسوريا، واضافه من الاماكن اللي انا قلتها من شويه. يعني حضرتك بتتوقع من خلال خبرتك وتحليلك كده انه ال 2500 عنصر والمقاتل من داعش اللي بتتتبعهم القيادة المركزية الأمريكية هم موجودين أو أغلبهم موجود في سوريا؟ لا لا، مش الـ هو أعتقد أنه لا يقصده ده، يقصد أن 2500 على مستوى العالم، لأن ده طبعا عدد كبير جدا، وكل مجموعة هي عبارة عن 7 أو 8 أفراد في 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 حلقة واحدة متصلة بالحلقة الأخرى، فبيشكلوا سلسلة يعني واحدة مع بعض عشان ما يعرفوش بعض وما يعترفوش على أماكن بعض، وهذه الأمور الحركية يعني. فهو ال 2500 عنصر اللي هو مقصود بها العناصر الرئيسية في النخبة اللي هم من التنظيم ده، غير طبعا العناصر المتعاطفة والعناصر اللي هي بتمول والعناصر اللي هي بتؤدي الدعم اللوجستي، لكن دي العناصر القتالية يعني. كان في تصريح للقيادة المركزية في بيان قالت ان داعش في طريقها انها تبني 153 او انها تتبنى 153 هجوم في العراق وفي سوريا في الفترة اللي فاتت 6 شهور من عام 2024. ده بيقول ان هو الخطر بيتزايد وده بيستدعي مزيد من التأمين في سوريا وفي العراق. طبعا بص، هو هي حتى مش من ناحية عدد العمليات يعني، حتى اللي هو مؤشر الإرهاب اللي بيطلع من سيدني السنوي بيتكلم على ان قلة داعش امتاز السنة اللي فاتت بقلة عملياته وزيادة عدد قتلاه، يعني هو قل العمليات عدد العمليات لكن زاد من حجم ضحاياه في القتل أكثر يعني. طبعا في العراق طبعا ده عدد مهول في 6 أشهر من العمليات الرهيبة دي، لكن احنا لما نتكلم على الشهر اللي فات بس، الشهر اللي فات بس أكثر من 70 عملية في أفريقيا كمان. فهو في مشكله كبيره جدا ان في ظروف وملابسات على الارض بتؤدي الى استمرار داعش، منها الفوضى السياسيه الموجوده وعدم حل المشكلات. ولما نيجي في افريقيا مثلا هنلاقي مثلا ان هو عدم الاهتمام بالرعاه والصيادين والناس اللي هي في الصحراء والمناجم وهذه الامور كلها، هو بيمتاز بان هو بيحاول عن طريق هذه الاسباب ان هو يتوغل في القبائل وفي الأماكن دي، فبيتمدد على حساب الجيوش وعلى حساب الأمن الموجود في أفريقيا، وده خطر طبعا كبير. لازم نعالج الأسباب أولا عشان خاطر يضعف داعش، ومنها الأسباب طبعا الفكرية طبعا. طيب أستاذ ماهر، حضرتك ذكرت أنه شكل العمليات اللي بيقوم بيها تنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة مختلف، أقل في العمليات، لكن العملية اللي بيقوموا بيها بيكون ضحاياها عدد ضحايا أكبر بكتير. هل ده من الممكن أن يكون ليه تأثير على جذب تابعين جدد للتنظيم؟
طبعا يعني العمليات ونجاحه في عمل العمليات، وخاصة يعني شفنا طبعا عملية موسكو الأخيرة والناس اللي هي انتقلت من سوريا من طاجكستان، كانوا بيقاتلوا في سوريا من طاجكستان وأوزبكستان وهذه المناطق، واستطاعوا ينجحوا يعملوا عملية كبرى زي دي. ده بيؤدي طبعا العمليات الكبيرة في الإرهاب دي بتؤدي إلى في ناس بتعجب من المراهقين والشباب بالكلام ده. الشعارات اللي بيرفعها داعش خاصة شعار موضوع غزة وبيستغل الأحداث اللي بتحصل في غزة والأحداث اللي بتقوم بها مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، حتى اصطياد رؤوس قياداتهم بيستغلوه، لأن هو بيقول لك احنا كده يعني لولا ان احنا نعادي الغرب وان احنا ضد السياسة الغربية ما كانش تم استهدافه، فده بيساعدهم مع التجنيد وعلى استقطاب. الحاجات الحديثة بقى اللي احنا لازم نلتفت ليها، الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي والأمور دي اللي هي بتخليهم يغيروا صورهم وأشكالهم وأصواتهم، ويستطيع أن هو يعمل باسبورات مزورة ويتداول العملات المشفرة وغيرها من الأمور، لدرجة أن هم بيناقشوا حتى في صفحاتهم موضوع الطائرات بدون طيار وتركيب قنابل، وإزاي أن احنا نتطور في ما يسمى القتال البحري اللي هو عبر البحار وعبر اصطياد سفن ومثل هذه الأشياء. فده تطور خطير جدا، خطير لازم الحكومات تلتفت لي أن احنا داخلين على مرحلة هي أشد صعوبة كمان في موضوع الذكاء الاصطناعي وهذه العلوم الإلكترونية الشديدة الخطورة، يعني أنه هو هيستغلها تنظيم داعش وبتؤدي لاستقطاب أكتر وعدد أكتر. أكيد، كل الشكر ليك الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي هنروح للعالمين ومتابعتنا اليومية مع زميلنا محمود جميل عشان نعرف منه إيه أبرز الفعاليات اللي هتحصل النهاردة. يا محمود صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير عليك يا محمود، من على كل تجربة البراموت ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر. الحياة تجربة حلوة قوي وجميلة شاذلي، وأنصحكم إن شاء الله أن أنتوا لما تيجوا مدينة العالمين تجربوها. الحياة أول ما لقيت الفعالية دي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة، خليني أقول لك أن في الأول طبعا كان في رهبة شوية، لأن طبعا يعني أن أنت تطير فوق طبعا وأول مرة، فيعني ما كنتش عارف الموضوع هيبقى عامل إزاي، بس الحياة قلنا نخوض التجربة ونشوف الدنيا عاملة إزاي. لكن الحياة انبسطنا جدا بالتجربة الباراموتر، وخلينا أقول لكم ان الفعاليه هتكون موجوده على مدار المهرجان، اي حد حابب ان هو يخوض التجربه هيجي، وصدقوني هتنبسطوا جدا، حتى لو انت عندك خوف من المرتفعات شويه او ما جربتش قبل كده، بس لا يعني هتنبسطوا، اوعدكم ان انتوا هتنبسطوا لما تيجوا مدينه العالمين وتجربوا طيران الباراموتر. بخلاف طبعا فعاليه الباراموتر وكل الفعاليات اللي موجوده، خلينا اقول لكم انا موجود فين دلوقتي. انا موجود امام اليو ارينا، وهي اللي هتستضيف حفل القيصر كاظم الساهر النهاردة بالليل. وخلينا أقول لكم إن الحقيقة اليو أرينا هنا اتجهزت في وقت قياسي جدا، من وقت التجهيز للنسخة الثانية تم التجهيز ليها بمساحة أوسع ومساحة أكبر، علشان طبعا تستقبل أكبر عدد من الزائرين وأكبر عدد من الجمهور المحبي لكل الفنانين اللي هيكونوا موجودين. الميزة كمان في مهرجان العالمين إن احنا عندنا توليفة حلوة قوي من الفنانين المشاركين في مهرجان الترفيه والغناء والحفلات الغنائية اللي هتكون في اليو أرينا. احنا هيكون عندنا النهاردة كاظم الساهر، بكرة ماجدة الرومي، عندنا الأسبوع الجاي تامر حسني، وبعدها الهضبة عمرو دياب، وهيكون عندنا طبعا كايروكي، وهيكون عندنا حمزة نمرة. هيكون عندنا توليفة حلوة جدا من الفنانين اللي بتناسب كل الأذواق المختلفة لكل الأجيال وكل الفئات اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. خلينا أقول لكم إن في استعدادات خاصة دلوقتي بتتم داخل اليو أرينا، بس هنتابعها بالليل أكيد مع حفلة الفنان كاظم الساهر. وهيكون طبعا قبل الحفلة كده بشوية هيكون في بروفات طبعا للفرقة، واستعداد طبعا شركة تذكرتي لاستقبال الجماهير المحبة للفنان كاظم الساهر، وكمان تنظيم بوابات الدخول والخروج. وخلينا أقول لكم كمان أن كل الخدمات بقت موجودة هنا في منطقة الأرينا الجديدة، سواء بنتكلم بداية بالبارك، عندنا بارك كبير جدا يسع عدد كبير جدا من السيارات،
بالإضافة إلى الخدمات اللي بتكون موجودة كمان داخل الأرينا من حيث المأكولات المشروبات، أي حد هيحتاج حاجة وقت الحفلة هتكون موجودة، وده طبعا حرص من إدارة المهرجان ومن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أنها تقدم كل الخدمات الترفيهية وتسهل على كل الزائرين اللي هيكونوا موجودين في حفلة الفنان كاظم الساهر. وطبعا اليو أرينا كانت استقبلت الأسبوع اللي فات حفل الكينج محمد منير، وشفنا طبعا عدد المحبين ليه اللي كانوا موجودين وبيستمتعوا كمان بالحفلة. فالنهاردة هيكون موجود الفنان كاظم الساهر، الجمهور على موعد طبعا مع ميكس جميل من الأغاني القديمة والأغاني الجديدة. وخلينا أقول لكم كمان أن ميزة منطقة اليو أرينا أن هي بجوار المدينة التراثية والمسرح الروماني. النهاردة كمان المدينة التراثية هتستضيف حفل فني لبيت العود، وهتكون سهرة فنية ثقافية جميلة جدا، هتبدأ الساعة 8 بالليل في المدينة التراثية. فخلينا نقول ان كمان يعني توزيع الجداول ملائم جدا، بحيث ان انت هتخلص حفلة هنا في المدينة التراثية تقدر ان انت تيجي تقدم حفلة هنا طبعا في تحضر حفلة كاظم الساهر في اليو أرينا. المنطقتين قريبين من بعض جدا، والحفلة اللي هتكون بالليل لبيت العود على المسرح الروماني اللي تم تصميمه وتجهيزه بتصميم عالي جدا، وهو مسرح مكشوف طبعا، كان استضاف حفل الفنان مدحت صالح الاسبوع اللي فات ايضا. لكن احنا بنتكلم على ان الاسبوع الثاني هيكون اسبوع قوي جدا. خلينا اقول لكم انه كمان النهارده هيكون عندنا في بطوله كره السله، هيرجع تاني تحدي السرعه. تحدي السرعه ده الخاص بملعب كره القدم اللي موجود في مدينه الالعاب الرياضيه. هيكون النهارده عندنا تحدي السرعه لكل اللي عنده بقى يعني مغامره وروح وموهبه فيما يتعلق بتحقيق السكور في السرعه، هيقدر ان هو يجي يخوض التجربه الجميله دي. والتجربه دي كانت موجوده الاسبوع اللي فات مع كابتن محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت السابق، فالحقيقه كانت ممتعه جدا. وكان عندنا كمان تحدي قطع الكوره، اللي يقدر يقطع الكوره من كابتن محمود ويحقق سكور عالي كان بياخد جوائز. فالتحدي ده هيكون موجود النهارده في المدينة الرياضية كمان الساعة 9 مساء، هتقدر كل الناس اللي بتحب كرة القدم ان هي تيجي. وخلينا اقولك ان ملعب كرة القدم ده تم تصميمه طبعا وتجهيزه باحدث الامكانيات فيما يتعلق بالنجيلة، فيما يتعلق بالتجهيزات اللي موجودة، وكمان القائمين على الملعب وتواجدهم طوال فعاليات المهرجان عشان يقدموا كل الفعاليات الرياضية الخاصة بكرة القدم. كمان هيكون عندنا كمان بكرة محمود، بس وانت بتتكلم عن الفعاليات الرياضية ولعب الكورة، انت عارف الناس كتيرة بتحب تلعب كرة، يعني هل اي حد ممكن ان هو يشارك؟ اي حد موجود في مدينة العالمين حابب ان هو يشارك ممكن يشارك؟ طبعا اي حد موجود، وده اللي حصل الاسبوع اللي فات في كرة القدم، ان احنا شفنا في اسر موجودة وفي بعض الاطفال موجودين حبوا ان هم يشاركوا في تحدي السرعة وفي قطع الكرة، وكانوا بالفعل موجودين. خلينا اقولك ان الدخول هيكون بالمجان لمدينة الالعاب الرياضية، هتقدر ان انت تشارك في تحدي السرعة. واصلا يعني ادارة المهرجان او صفحة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي هي دعت الناس بالفعل ان هم ييجوا ويشاركوا في فعالية تحدي السرعة بالنسبة لكرة القدم النهاردة. فأي اي حد موجود في مدينه العالمين الجديده ايا كان سنه وايا كانت الفئات يقدر ان هو يجي ويشارك وكمان يستمتع وكمان يشجع كل اللعيبه اللي هتكون موجوده، خاصه ان احنا خلاص بنجهز للاسبوع اللي جاي بقى مباراه اساطير كره القدم في النادي الاهلي والزمالك، فهيكونوا موجودين والناس كمان تقدر تيجي ان هي تشجع. فبالتالي دعوه لكل الناس اللي موجوده في مدينه العالمين، تعالوا النهارده هتنبسطوا جدا، سواء في مدينه الالعاب الرياضيه، سواء في اليو أرينا حفلة الفنان كاظم الساهر، سواء في المدينة التراثية وحفل بيت العود. فبالتالي في النهاردة فعاليات كتيرة جدا وفي وقت لكل الناس ان هي تيجي وتستمتع. خلينا اقول لك كمان ان احنا امبارح كانت انطلاق اولى فعاليات مباريات البادل، والحقيقة هي كانت بين فريق كابتن احمد حسن وكابتن سيد معوض، وكان فيها حالة منافسة جديدة جدا، واكتشفنا نجمين الحقيقة هما مش بس شاطرين وحريفة في كرة القدم، لكن الحقيقة كانوا حريفين جدا، حريفة في مباريات البادل وفي ملعب البادل. فالحقيقة كانت مباراة حلوة جدا، وبطولة البادل هتبدأ معانا من الأسبوع اللي جاي، الأسبوع ده هتكون بطولة السلة. فالحقيقة في تنوع كبير جدا. امبارح كمان بالليل كان عندنا فرق الفنون الشعبية وفرق التنورة، كان في كده حالة من الاستمتاع والبهجة في مدينة الألعاب الرياضية لاستقبال كل الأطفال وكل الفئات. والحقيقة يمكن امبارح كمان شاذلي احنا لاحظنا الإقبال من الزائرين
على الممشى السياحي بالليل، ودي حاجة الحقيقة كان الواحد مبسوط منها إنه خلاص بدأنا نشوف فعلا عدد الزائرين بيزداد يوم بعد يوم. وخلينا أقول لك إن كل ما الناس بتسمع أكتر عن الفعاليات اللي موجودة للمهرجان وبيتابعوا الفعاليات دي من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة، هم بيكونوا حريصين ان هم ييجوا ويحضروا كل الفعاليات، خاصه الفعاليات اللي بتكون في المنطقه الترفيهيه وفي مدينه الالعاب الرياضيه، علشان طبعا يستمتعوا بكل الاجواء الموجوده. الصبح بيكونوا على الشواطئ، وفي لازال ايضا الاقبال على الشاطئ المجاني اللي خصصته الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، في اقبال كبير جدا من وقت طبعا تخصيصه لجماهير او لكل المواطنين اللي موجودين في مدينه العالمين الجديده، بالاضافه للممشى السياحي. احنا حتى في وقت النهار، وقت ما بيكون مثلا درجه الحراره يعني هي مش كبيرة قوي لكن بتكون معقولة، لكن بنشوف كمان الإقبال على الممشى السياحي والاستمتاع بكل المناظر اللي موجودة، الأبراج حتى بالليل والناس كانت بتتمشى على الممشى السياحي، كانوا بيلتقط الصور، كانوا بيتكلموا على منظر الأبراج الجميل. امبارح كمان يعني لاحظت حاجة مهمة جدا، ان مهرجان العالمين بيخلق فرص عمل مهمة جدا لكل الناس اللي شغالة هنا في مدينة العالمين. يعني ده السيزون اللي كل الناس فعلا ممكن تلاقي فيه فرص عمل كبيرة جدا في مدينه العالمين الجديده. شفنا ناس من كل المحافظات موجودين بيشتغلوا في كل المجالات، اللي بيشتغل في الكافيهات اللي على الممشى، اللي بيشتغلوا في الابراج، اللي بيشتغلوا في المشروعات المعماريه، اللي بكل المجالات، وكل الناس جايه من كل مكان. والحقيقه الناس مبهوره ومستمتعه جدا بالاجواء اللي موجوده في مدينه العالمين. حتى كل ما كنا بنسال اي حد لو هو شغال هنا، فبيبقى مقسم وقته ان هو مثلا شغله او الشيفت بتاعه من الساعه مثلا 8 لحد مثلا الشيفت بتاعه ما بيخلص، يا اما بعدها يا اما قبلها يقدر ان هو ينزل البحر. انت كمان يا محمود حقك تستمتع، انت كمان يعني احنا يقدر ان هو يستمتع. انت معانا شغال في تغطيه مستمره على شاشه القناه الاولى صبح وليل، فحقك تستمتع وتنقل لنا الاجواء في نفس الوقت. يعني النهارده بقى منتظرينك من حفل كاظم الساهر بالليل. والله الحقيقه عايز اقول لك يا شاذلي ان احنا حتى لما بنكون والله يعني شغالين او كده، رغم المجهود والصوره اللي بنحاول ان احنا ننقلها طبعا للساده المشاهدين عشان يكونوا معانا لحظه بلحظه في فعاليات مهرجان العالمين الجديده، لكن احنا بنكون مبسوطين بانبساط الناس، وبنكون مبسوطين احنا كمان بالاجواء اللي موجوده وباجواء مهرجان العالمين، سواء في الممشى، سواء على الشاطئ، سواء في مدينه الالعاب الرياضيه. فخلينا اقول لك ان انا لما بسجل مع الناس والاقي الناس مبسوطه، يعني احنا نفسنا والله بنكون مبسوطين وفرحانين بان الناس مبسوطه، وان فعلا مجهود كبير جدا. يعني كل التحيه والشكر طبعا للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ولاداره المهرجان على ان هم عاملين طبعا فعاليات متنوعه ووجبه دسمه كده للمواطنين والزائرين اللي موجودين في مدينه العالمين الجديده علشان يستمتعوا بكل الاجواء وكل المناظر. ودي حقيقه يعني زي ما كان قال استاذ اشرف سلمان رئيس مجلس اداره الشركه المتحده في المؤتمر الصحفي السابق، ان مدينة العالمين هي الوجهة السياحية الدولية المهمة لمصر، فعشان كده الشركة المتحدة بتحرص على تقديم كل الخدمات الترفيهية اللي موجودة في مهرجان العالمين، وتقديم كل الفعاليات المتنوعة اللي تقدر تبسط الناس وتعمل حالة حلوة كده من البهجة والسعادة. يعني التفاصيل كتير الحقيقة، بس اكيد هنتابع معاكم زي ما انت قلت شاذلي يوميا في نقل الصورة، وبندعو كل الناس النهاردة عندنا فعاليات وبكرة ويوم السبت وعلى مدار أيام المهرجان، وتقدروا تتابعوا كمان جدول الفعاليات على الصفحات الخاصة بمهرجان العالمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتيجوا وتنوروا وتشرفوا مدينة العالمين وتستمتعوا بالأجواء الساحرة في مهرجان العالم عالمين. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو شاذلي ومنا. شكرا لك يا محمود على كل هذه التفاصيل، بنشكرك طبعا شكرا جزيلا. مشاهدينا نروح دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل معكم باقي حلقات. بعض الأطفال بيرهقوا أهليهم جدا بسبب الأكل. الصيف الولاد بتبقى حرانة وزهانة ومش عايزة تاكل أي حاجة، وبعضهم بطبعه بيكون متعب جدا ومرهق في الأكل، لأن في بعض الأطفال بتتعود إنها تاكل أصناف معينة، والأصناف دي ساعات بتبقى مش بتتخطى أصابع الإيد الواحدة، وبتخلي الأهالي دايما قاعدين بيحاولوا مع أولادهم إنهم يوفروا لهم أنواع مختلفة من الطعام، إنهم يحاولوا يقدموا لهم أصناف جديدة، والأطفال بترفض بشكل قوي. وده مش بيبقى دلع، ده اسمه اضطراب الاكل. ده انا شايف ان الاطفال عندهم حق، والاهالي الاب والام عليهم ان هم يفكروا لهم في وجبات جديده ومختلفه وتكون صحيه، ما قلناش حاجه.
لكن فكره الاجواء بتاعه الاكل بتاع الشتاء خلينا برضو بنصنف كل حاجه في اكل الشتاء واكل الصيف. يعني ما ينفعش اجي في الصيف مثلا والجو حر والاقيه حاطين طبيخ وكوسه وحاجات من دي، يعني لازم طبعا في اكلات عايزين اكلات سريعه، بس اهم يعني حاجه ان هي تكون مغذيه. كوسه بالبشاميل وحشه، تقيله تقيله وسخنه، يعني فاهمه مش اجواء صيف. لكن خلينا نفهم موضوع اضطراب الاكل ده، لان انا اول مره اسمع عنه، عايزين نعرف تفاصيل اكتر عنه من الدكتوره شيرين درديري استشاري الصحه النفسيه اللي منورانا. صباح الخير عليكي دكتور. صباح الخير عليكم وعلى كل الامهات والمشاهدين اللي بيسمعونا. يا اهلا بيك يا فندم. ايه هو اضطراب الاكل ده؟ اضطراب الاكل عنوان كبير وبيبقى تحته بيتفرع كذا عنوان، اخرهم عنوان حديث جدا هو اضطراب الاكل الصامت اللي هو اسمه ارفيد. وده اضطراب جديد تم اكتشافه، وتم اكتشافه مؤخرا، كانت عليه ابحاث كتير في كاليفورنيا. اخرهم توصل ان اضطراب الاكل الصامت هو ان كتير من الاطفال بيحسموا اكلهم في مجموعه من اكلات محدده، وبيرفضوا بشكل قاطع ان هو حتى يبص لطبق فيه اكلات تانية خالص. وده طبعا بيؤدي بيهم الى سوء تغذيه، وبيؤدي بيهم لحاله طبعا سيئه جدا صحيه، وبيبتدوا يدخلوا في اكتئاب، وتبتدي الام تحاول، وبتبقى في سلسله كده من الخلافات ممكن تصل ببعض الامهات انها تضغط، لا انت ما عملش، تهديدات بقى صحيح، وعمليات تعلى جدا والولد بيبتدي ان هو يبقى عنده سوء تغذيه، وبالتالي منحنى النمو بتاعه يبتدي يقل. زودي عليهم او تحصل فيه مشاكل والسهر مع قله الاكل بتبقى حاجه الولاد طبعا طبعا. بس خلينا نتكلم ان اضطراب الاكل زي ما قلنا هو انواع، ممكن يكون نهم في الاكل، بنقول عليه اضطراب الاكل القهري اللي هو ما عندوش احساس بالشبع فبياكل على طول، وده غالبا غالبا بتتمحور اسبابه حول الاكتئاب والملل ووجود وقت فراغ كبير عند الطفل. غير ناهيك عن ان ممكن يكون في سبب وراثي على فكره في اضطراب الاكل جيناتك، وده طبعا بيتم بقى اكتشافه بعد كده ان الام تعمل تحاليل للولد طبقا انه بياكل كتير. عشان بياكل كتير؟ عشان بياكل كتير، ايوه. ممكن يبقى جيناتك، يعني في حاجات في الجينات عنده وراثيه بتخلي الطفل عنده نهم في الاكل وعدم احساس مش بيشبع خالص، على عكس اضطراب الاكل الصامت اللي لسه قايل عليه الاضطراب الحديث ده، بقى مش عنده نهم في الاكل، ده ما بياكلش غير صنفين ثلاثه. يعني تجيلي الام، وانا فعلا تعرضت لحالات من دي، وهو منظم الصحه النفسيه سمته ارفيد الاضطراب ده، واضطراب حديث جدا لسه ظاهره فيه الابحاث مؤخرا. تجيلي الام تقولي هو مش بياكل مثلا غير مكرونه وبانيه بس بس عنده يعني فوبياتك ان ياكل اي حاجه خضار. مش ممكن تكون السبب في الموضوع ده الام نفس هي اللي استسهلت في... بتكلم بجد والله، هي اللي انا والله ده أنا سؤال لا بريء. لا لا ده سؤال لا مفيهوش ده تحيز من البراءة، ده سؤال حقيقي وسؤال هجومي على الامهات الغلبانه الطيبه. انا بستفسر فقط وغير موضوع، يعني في تحيز ايوه شو بقى خالص والله. بعض الامهات فعلا بيستسهلوا الموضوع ده، فعودوا اولادهم من هم صغيرين من سن سنتين انه على طول كل يوم خارجه من التمرين هو ده المكرونه والبانيه مش عارف ايه، راجع من المدرسه حاجه سريعه وسهله، خصوصا بالنسبه للامهات اللي بتشتغل، فممكن يكون هم اللي عودوهم على كده. انا مش عارفه انت جبت منين فكره ان هي الامهات على فكره. عايزه اقول لك حاجه، ده ممكن يظهر للرجل لانه ما بيشوفش التفاصيل اللي الام، يعني مش بيشوف التفاصيل اللي الام بتعملها خلال يومها وطريقه تفكيرها، ممكن يكون ده اللي ظهر للرجل، انما الام في البيت بتاكل ولادها خضار وكل حاجه، لكن هم الولاد طبيعتهم اغلبهم يعني في حاجه كده عموما في الكالتشر المصريه، كل الاطفال تلاقيهم بيحبوا الرز مثلا والملوخيه، هنتهم الام بقى في كده؟ رز وملوخيه وكوكا صح بالظبط اهو انت قلت. مش الاطفال بس على فكره والله، ايوه طبعا والكبار. فهي القصه مش ان الام هي المذنبه في هذه الحاله، ولكن احنا دورنا برضو ان احنا نوعي الام نوعيها ازاي، ان هي تحاول ان هي تنوع في الوجبات والمصادر الغذائيه بتاعه طفلها، وخصوصا طبعا الكربوهيدرات والخضار والبروتين. ومش كده وبس، تبتدي تعمل له تحفيز، يعني انت لو كلت كذا مثلا انا هوديك كذا، ممكن تجيب له اصحابه وتعمل له ديش بارتي،
بص دي طرق غير مباشره هي بقولها للامهات، تعمل له ديش بارتي وتخلي اصحابه ياكلوا من الحاجه اللي هو ممتنع ان هو ياكلها. ما في حاجات الولاد فوبيات، هو بيشوف الطبق قدامه مستحيل ياكله، يعني بيبقى عنده زي فوبيا من الصنف ده. فتحاول ان هي تعد طرق الجذب للطفل، ممكن بالتنوع، ممكن على البحر. بص بقى تعمل له اشغال ذهني، يعني هو مركز في السباحه والرمله والشمس والهواء. لا هو احنا عشان البحر مفيش غير ده. لا بالظبط. هو ده الموجود في المنطقه دي. الولد يضطر ان هو ياكل الحاجه دي ويلاقي ايه ده، طب ما انا اكلتها وطعمها حلو اهو. فاهم؟ دي بنقول عليها طرق غير مباشره عشان ابتدي اكسر فكره ان الاكل ده مرفوض عند الطفل، لان غالبا غالبا لما الطفل بيرفض اكل معين يا اما هو تعرض لصدمه من هذا الاكل، زرع الفكره في عقله الباطن ان الاكل ده بيعمل له بين معين او بيعمل له احساس مش حلو، اوكي، وبيبتدي بناء على ده يترجم هذا في سلوكياته بالامتناع. في اكل ممكن يعمل كده؟ عن تناول اكل معين. ايوه دي احاسيس نفسيه. ممكن طبيعه اكل معين الطفل اول ما يشوفه يجي له زي بانيكت، او ممكن يكون مثلا كل منه مره وصادف ان هو مثلا سخن بعدها او تعب أو فيربط أو بين العيا اللي جاله ده وبين الاكل ده. كل الحاجات دي طبعا الام هي الترمومتر والسنسور اللي موجود في البيت، وتحياتي طبعا للامهات كلها. ايوه على راسنا يا فندم والله. هي اللي بتاخد بالها من الحاجات دي عند طفلها، واحنا بنحاول نوعيها ان احنا نلقي الضوء طبعا على الاضطرابات دي اللي هم اهمهم اضطراب الاكل القهري والنهم في الاكل، وعلى المضاد على الناحيه الاخرى اضطراب الاكل الصامت او الامتناع عن اكل وجبات معينه للاطفال. واضطراب الاكل الصامت كمان الابحاث قالت انه مش بس عند الاطفال، ده كمان بيصل الى البالغين كمان. في ناس كمان بتبقى قاعده حيرانه، هي نفسها مش بتاكل الوجبات ومضطره انها تقدمها لاولادها عشان تبقى عملت اللي عليها، وما يجيش شاذلي يقوم قايل هي الام اللي استسهلت برغم ان هي نفسها مش بتحب الوجبات دي. فهل ده بيبقى عبء نفسي على الام وبيوصل بشكل او باخر للطفل وهو بيتقدم له الاكل؟ هو من ناحيه عبء نفسي على الام، عبء نفسي على الام لان الام ممكن تكون ام عامله عليها ضغوط تانية، فبتاخد وقت اكتر انها تقنع الطفل ان هو ياكل اكل معين، وفي الاخر بتصل لمرحله طبعا مش بقصه انها بتستسهل، بتبقى بتحسبها ابني اكل ايه النهارده، فبتبقى عايزه الولد يبقى اكل اي حاجه طبعا. فبتضطر تديله الحاجه اللي هو بيحبها لما تلاقيه مش بياكل حاجه تانية. وانا جات لي كيسز بالمنظر ده فعلا، وابتدينا نشتغل معاه مع الطفل. طبعا احنا لينا سيستم علاجي، وانا فعلا تعرضت لحالات زي دي، تعرضت لحالات الاورفيد او اضطراب الاكل الصامت، هو امتناع الطفل على اكل وجبات معينه او اكل انواع من الماكولات معينه بعينها يعني، وعلى النقيض اضطراب الاكل اللي هو النهمي او اضطراب الاكل القهري اللي هو عايز ياكل 24 ساعه ما بيحسش بالشبع. وفي الحالة دي بنشتغل مع الطفل احنا كمعالجين نفسيين، بنشتغل معاه بسيستم العلاج المعرفي السلوكي، وبعمل له ارت ثيرابي، وده اللي بدخل مع يعني انا بشتغل بطرق ملتوية طبعا مع الطفل عشان اوصل لدماغه وايه اللي مسبب المشكلة. لدرجة اني ساعات في يعني في امهات بيحطوا الاكل في اللانش بوكس مثلا بتاع المدرسة ويعزم اصحابه عليه بحيث يلاقي كل اصحابه بياكلوا من الاكل اللي هو رافضه، فيبتدي يتشجع. صح، ان هو بيشجعوا بعضهم فعلا. اشمعنى دول هم بياكلوا ما بيحصل لهمش حاجه، لو كان هو رابط في دماغه بين ان الاكل ده بيعمل له بين معين، فيبتدي ان هو يتشجع ان هو ياكله. او نعمل للطفل زي ديش بارتي مثلا، ونجيب فيها اصحابه او مثلا على البول. الحاجات دي كلها انا بكسر فكره رفض الطفل للاكل. عظيم عظيم. فكره الاطفال ممكن تعمل حاجه علشان التقليد، دي حاجه احنا معانا ولا علينا؟ يعني دي حاجه معنا ممكن معنا تبقى مقبوله ان شاء الله ان احنا ننمي الشعور ده عند الاطفال، ولا لا احنا خايفين انهم يقلدوا برضو فيقلدوا في حاجات تانية؟ هي فكره التقليد طبعا في حد ذاتها طبعا هي بكل تاكيد واضح ان القطه حباني يعني، وانا بحب القطه طبعا. هي حاجه تشجع الاطفال ما فيش شك يا دكتوره طبعا، مساله التقليد دي حاجه مهمه جدا، لكن بعض الاطفال بيرفض مثلا وليكن اللبن،
البيض نفس الفكرة اللي كنت بتكلم فيها في البداية، ازاي نغير شكل الحاجة؟ يعني انا كده كده لازم اديله لبن ولازم اديله بيض لان طبعا مغذي جدا. اعمل كريم كراميل. وليكن. فعشان كده انا بس جانب المسؤوليه اللي بقول حضرتك عليه بالنسبه للام ان هي تغير شكل الحاجه، تقدم الحاجه في شكل مختلف. صح كده؟ ايوه بالظبط. نحدد بس للامهات عشان الامهات يبقوا فاهمين القصه دي. يعني لو هو بيحب مثلا الفلفل الرومي انا ممكن اقطع له فلفل رومي على البيض فيبتدي يحبه. اوكي، يعني ادخله له بشكل تاني مختلف. صحيح. ممكن اعمل له سمايل فيس بشكل عيون البيض وكده فيحب الفكره. صح. فيبتدي الولد ينجذب واعمل له يعني ده بنقول عليه ارت ثيرابي. وطبعا انا بوجه الام لده وبتجيب نتائج كويسه جدا 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 مع الاطفال. كل الشكر لحضرتك دكتوره شيرين درديري استشاري الصحه النفسيه، شرفتينا ونورتينا يا فندم. ميرسي ليكم. مشاهدينا نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.